الباب الثامن: جوع العالم بوصفه نشاطاً اقتصادياً ضخماً. الفصل الثالث والعشرون: شركات الغداء المتعددة الجنسية وإطعام الجياع. إننا نعيش عصر تغلغل الشركات الزراعية في العالم بأسره، وربط مزارع البلدان المتخلفة بأسواق الغداء العالمية. مزرعة عالمية تقوم بتزويد سوبر ماركت عالمي. وهكذا فإن جياع العالم يلقى بهم في حلبة تنافس مباشر مع حسني التغذية والمدخمين. أما حقيقة أن غداء ما يزرع بوفرة حيث يعيشون، وأن موارد بلدهم الطبيعية والمالية قد استهلكت في إنتاجه، أو حتى أنهم هم أنفسهم قد كدحوا ليزرعوه، فلن تعني أنهم هم الذين سيأكلونه، فسوف يذهب بالأحرى إلى سوبر ماركت عالمي ناشئ يتعين فيه على كل فرد في العالم، غنيا كان أم فقيرا، أن يأخذه من نفس الرف. ولكل صنف ثمن، وذلك الثمن يتحدد بدرجة كبيرة، بما يرحب بدفعة زبائن العالم الميسورين. ولن يستطيع أي شخص بلا نقود أن يقف في طابور الدفع، بل إن بإمكان كلابنا وقططنا المدللة أن تقدم ثمنا يفوق ما يمكن أن يقدمه معظم جياع العالم. هذا السوبر ماركت الناشئ سيكون في تتويج الاعتماد المتبادل الغذائي في عالم من البشر غير المتكافئين. وبقدر ما تتحدث الشركات الزراعية عن إنتاج الغداء في البلدان المتخلفة، فإنها لا تتحدث عن الأغذية الأساسية التي يحتاجها الجياع: الفول والذرة والأرز والقمح والشوفان. فهي تشير بدلا من ذلك إلى المحاصيل الترفيه: الأسبرجيس والخيار والفراولة والطماطم والأناناس والمانجو ولحم البقر والدجاج وحتى الأزهار. حيثما وجدت سوق مزدهرة يمكنها شراء هذه المنتجات. ومن أمثلة ذلك زيت النخيل، فقد سمعنا عن تحالف لمنتجي زيت النخيل ودرسناه لنرى كيف يمكن أن يساعد البلدان المتخلفة التي تصدر زيت النخيل. وفي الواقع لم يكن تحالف المنتجين سوى الشركة الأنجلو-هولندية المتعددة الجنسية يونيليفر، وهي من أوائل الشركات التي تربح من الزراعة المدارية، وهي الآن تاسع أكبر شركات العالم. وتسيطر يونيليفر الآن على 80% من سوق زيت النخيل الدولية. وأعضاء تحالف المنتجين 6، لكن زائير بالم وهي فرع يونيليفر في زائير تصدر أكثر من 80% من إجمالي المجموعة. وحين ينخفض السعر الدولي لزيت النخيل، فإن المجموعة المحلية والفلاحين المنتجين هم الذين يعانون وليس يونيليفر. فالشركة ببساطة تبطئ من نشاطاتها حين ينخفض السعر، وتتقدم إلى الدولة بالتماسات بشأن الضريبة المركبة وغيرها من الإعفاءات. وهكذا تعزل يونيليفر نفسها عن تقلبات سوق زيت النخيل العالمية، إجراء طيب بالنسبة ليونيليفر. علاوة على ذلك، فإن خبرة الشركات الزراعية ليست في الإنتاج بقدر ما هي في التسويق. إنها تعرف من هم مشترو العالم الميسورون وأين هم. مجموعة صغيرة في المراكز المدينية للعالم المتخلف مثل مكسيكو سيتي ونيروبي وديلهي وريو، ومجموعة أكبر بكثير في نيويورك وطوكيو ولندن وستوكهولم. والشركات الزراعية تعرف ماذا يطلبون، وليس ديل مونتي سوى مثال واحد على الشركات الزراعية التي تخلق مزرعة عالمية لخدمة سوبر ماركت عالمي. فديل مونتي تدير مزارع ومصايد وأسماك وتصنع النباتات في حوالي 25 بلدا. وقد كتب رئيس مجلس الإدارة ألفريد آيمز الأصغر متباهيا في تقرير سنوي حديث: إن عملنا ليس مجرد التعليب، إنه إطعام الناس. لكن أي ناس؟ إن ديل مونتي تدير مزارع الفلبين الضخمة،
لتطعم اليابانيين الجوع للموز، وتتعاقد مع الزراع المكسيكيين لتطعم المتعطشين للأسبرجيس في فرنسا والدنمارك وسويسرا، وتفتتح مزرعة جديدة في كينيا حتى لا يمضي البريطانيون دون الأناناس الذي يأتيهم طازجا بالطائرة. تجد ديلمونتي أن ثمرة الأناناس التي لا تساوي أكثر من 8 سنتات في الفلبين، وهي نسبة ملحوظة من أجر العامل، يمكن أن تجلب 1.5 دولار في طوكيو. ولا عجب في أن ديلمونتي تصدر 90% من إنتاجها الفلبيني. رغم ذلك فإن الشخص الفلبيني العادي يعاني من نفس نقص ما يتناوله من السعرات الحرارية الذي يعاني منه مواطن بنغلاديش العادي، ويعاني ما يقدر بنصف كل أطفال الفلبين تحت سن الرابعة من قلة تغذية خطيرة من البروتينات والسعرات الحرارية، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ليس هناك ما هو جديد حقا في زراعة الغداء لمن باستطاعتهم شراؤه. الجديد هو مفهوم الشركات الزراعية القائل إن كل العالم يمكن أن يكون مزرعة عالمية واحدة. وهكذا يجري نقل إنتاج العديد من المحاصيل ذات القيمة الغذائية المنخفضة والتي يمكن أن تحقق أسعارا مجزية للبائع إلى خارج البلدان التي يعيش فيها معظم المشترين، وبذلك تصبح مواقع الإنتاج وراء البحار تلك التي تقع في عديد من البلدان ذات التعداد الواسع للسكان سيء التغذية مجرد امتدادات للنظم الزراعية للدول الغربية. وفي الحقيقة فإن الشركات نفسها تشير باستمرار إلى مزارعها ومصانع تجهيزها في البلدان المتخلفة على أنها وحدات إنتاج في عرض البحر، وهو اصطلاح له دلالته. الوصلة المكسيكية. إن الاندفاع للارتباط بالسوبر ماركت العالمي في المكسيك قد بلغ درجة متقدمة جداً، فتقليديا كان حزام المناطق المشمسة الأمريكية والمزارع المغطاة الواقعة إلى الشمال يمد الولايات المتحدة بالخضروات خلال الشتاء وأوائل الربيع، لكن الشركات الزراعية العملاقة مثل ديلمونتي وجنرال فودز وكامبل وكذلك ساماسيرة الغداء العديدين المتمركزين في الجنوب الغربي وسلاسل السوبر ماركت المقاولة مثل سيف واي وغراند يونيون تغير الآن ذلك كله. ولنأخذ مثالا من صناعة الأسبرجيس. حتى سنوات قليلة مضت كان يمكنك المراهنة على أن الأسبرجيس الذي يصدر من الولايات المتحدة إلى أوروبا كان يزرع في كاليفورنيا الوسطى، والآن انتقل جزء كبير من الإنتاج إلى إيرابواتو على مسافة 150 ميلا إلى الشمال الغربي من مكسيكو سيتي. ومنذ عام 1975 على سبيل المثال لم يعد الأسبرجيس الأبيض يزرع في كاليفورنيا، ففي المكسيك تسيطر شركتان على أكثر من 90% من إنتاج الأسبرجيس، إحداهما هي شركة ديلمونتي. وفي عام 1973 دفعت ديلمونتي لزراع الأسبرجيس الأمريكيين 23 سنتا للرطل من محصولهم، بينما تلقى المقاولون المكسيكيون من ديلمونتي 10 سنتات للرطل. ولا يدفع المقاولون المكسيكيون للعمال الموسميين سوى 23 سنتا في الساعة، وحيث إن تكاليف العمالة تمثل ما يبلغ 70% من تكاليف زراعة الخضروات، فإن ديلمونتي تترجم العمالة الرخيصة إلى هوامش ربح أكبر. وبالفعل تقدم التربة وقوة العمل المكسيكيتان من نصف إلى ثلثي سوق الولايات المتحدة من عديد من خضروات الشتاء وأوائل الربيع، وكان معدل الزيادة غير عادي. وها هي أمثلة قليلة على التحول في المكسيك من الزراعة للاستهلاك المحلي إلى الإنتاج من أجل الولايات المتحدة، ومعظمها عمليات تجري المقاولة عليها وتمويلها من قبل الشركات الأمريكية،
ففيما بين 1960 و1974 تضاعفت واردات البصل من المكسيك إلى الولايات المتحدة بما يفوق 5 أضعاف لتبلغ 95 مليون رطل. ومن 1960 إلى 1967 ارتفعت واردات الخيار من أقل من 9 مليون رطل إلى أكثر من 196 مليون رطل. ومن 1960 إلى 1972 تضاعفت واردات الباذنجان 10 مرات، وتضاعفت واردات القرع 43 مرة. والآن تقدم الفراولة المجمدة والقارون الشهد الواردتان من المكسيك ثلث الاستهلاك السنوي للولايات المتحدة. ويلاحظ البنك الوطني للمكسيك أن استهلاك الفراولة المحلي يعتمد على ما يتبقى بعد التصدير، ونحو نصف كل الطماطم التي تباع في الشتاء في الولايات المتحدة يأتي من المكسيك، أو بصورة أدق من نحو 50 زارعا في ولاية سينالوا باعوا عام 1976 نحو 600 مليون رطل من الطماطم إلى الغرب والغرب الأوسط بالولايات المتحدة. وبلغ من تقدم هذا التحول أن رأى جولدبريدج من كلية التجارة في جامعة هارفارد ملاحظا في دراسته عام 1974 عن إدارة الشركات الزراعية للبلدان المتخلفة أنه إذا استمرت المعدلات الحالية لنمو الواردات من المكسيك، فإن المكسيك خلال فترة قصيرة نسبيا ستمثل تقريبا كل المعروض الشتوي من معظم هذه الفواكه والخضروات. وتمضي نفس الدراسة إلى التوصية بأن تسعى المكسيك إلى المزيد من التوسع في صادرات الخضروات. إن الشركات الزراعية المتعددة الجنسية تغير بصورة جذرية من توفر الغذاء لفقراء المكسيك، لكن في الاتجاه الخطأ. فمنذ سنوات قليلة مضت كان الإنتاج القومي لكثير من الفواكه والخضروات كافيا لإبقاء الأسعار منخفضة بما يسمح للعائلات ذات الدخل المنخفض بأن تأكل بعض هذه المنتجات المحلية ولو من حين إلى آخر. أما الآن فإن المحاصيل الترفيه التي تزرع من أجل السوبر ماركت العالمي تطرد عادة المحاصيل ذات القيمة الغذائية الأكبر والتي تزرع للاستهلاك المحلي. مسؤولية على الأراضي التي كانت من قبل تزرع ما يبلغ 12 من المحاصيل الغذائية المحلية، والأراضي التي تتعاقد ديلمونتي الآن على زراعتها كانت فيما مضى تزرع الذرة والقمح وبذور عباد الشمس للاستهلاك المحلي. ومما له مغزاه أن المحاصيل التي تزرع للسوبر ماركت العالمي تحتكر الأموال والخدمات في البرامج الزراعية الحكومية. وبقدر ما يبدو ذلك بديهيا، فإننا يجب أن نذكر أنفسنا بأن الأراضي التي تزرع المحاصيل للسوبر ماركت العالمي هي أراضي لا يمكن للسكان المحليين استخدامها لزراعة المحاصيل الغذائية لأنفسهم، ذلك لأن الأسعار الأعلى للأغذية الأساسية الناجمة عن تشوه في أولويات الإنتاج تجعل الفول ذاته طرفا لم يعد الفقراء المكسيكيون قادرين عليه. جمهورية خيار. من أجل الضغط على كل من منتجي المكسيك والولايات المتحدة بدأت الشركات الزراعية في التعاقد مع رجال الأعمال الزراع في أمريكا الوسطى للحصول على موارد بديلة لتشكيلة واسعة من الفواكه والخضروات الطازجة. وبينما لم تكد صادرات الموز تزداد، زاد حجم الفواكه والخضروات الطازجة الأخرى مثل الخيار والقاوون والمن والبامية التي تدخل إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى 13 ضعفا فيما بين 1964 و1972. وقد أبدى الاقتصاديون الزراعيون ووكالات المعونة والإقراض الدولية ترحيبهم بهذا التنويع في الفواكه والخضروات غير التقليدية في مقابل التقليد العظيم للموز والبن والقطن، مركزين في ذلك تركيزا ضيقا على الإنتاج الإجمالي وأرقام العائدات دون التساؤل عن من يربح ومن يخسر.
ويرى المتحمسون في هذه الزيادة الحادة مجرد البداية لأمريكا الوسطى. وطبقا لما يذكره جولدبريدج، فإن تلك الصادرات غير التقليدية يمكن أن تقفز من 18 مليون رطل عام 1972 إلى ما يفوق 100 مليون رطل في السنة بحلول عام 1980، ويمكنها أن تصبح تقليدا جديدا. وبالفعل ففي عام 1969 كان أكثر من 19% من إجمالي مساحة المحاصيل في أمريكا الوسطى مزروعا بالفواكه والخضروات غير التقليدية. وإذا أضفنا إلى هذه الدول 19% نسبة 29% من أراضي المحاصيل المخصصة لصادرات البن والقطن والسكر، ناهيك عن ذكر المساحة غير المعلومة للموز وصادرات الماشية، لأصبح في استطاعتنا فهم السبب في أن كثيرين من سكان هذه البلدان يعانون من سوء التغذية. لقد ظهر لنا بوضوح العجز المطبق للمزرعة العالمية في تلبية احتياجات غالبية الناس وعبثية المخطط بأسره في حقيقة واحدة جرى ذكرها بهدوء شديد في دراسة كلية تجارة هارفارد المذكورة، فإن 65% على الأقل من الفواكه والخضروات المنتجة للتصدير في أمريكا الوسطى تلقى في القمامة حرفياً، أو حين يكون ذلك مجدياً تستخدم غداء للماشية، لأنها إما تواجه سوقاً متخماً في الولايات المتحدة أو لا تستوفي المعايير الجمالية للمستهلكين هناك، بينما في الوطن حيث يعجز الناس عن شرائها بسبب فقرهم. حقول فراولة إلى الأبد. خلال ما لا يزيد عن 15 عاماً كانت مناطق بأكملها من المكسيك قد تحولت إلى إقطاعيات فراولة عن طريق الموردين المتمركزين في الولايات المتحدة للسوق الدولي بيت ميلك وأوشن جاردن وأمبريال فروزن فودز وغريفين أند براند وبيتر فورد سايلز. وبالفعل ففي عام 1970 كان ما يزيد على 150 مليون رطل ثلاثة أرباعها مجمدة تصدر إلى الولايات المتحدة سنوياً. وقد ظل الدكتور إرنست فيدر الخبير السابق في شؤون فلاحي أمريكا اللاتينية في منظمة الأغذية والزراعة يجري على مدى عامين بحثا مرهقا حول صناعة الفراولة بالمكسيك. لم يكن منبهرا بالفراولة بشكل خاص، وفي الحقيقة فلديه حساسية تجاهها، لكنه كان يعتقد أن الصناعة يمكن أن تبين كيف تؤثر الشركات الزراعية في السكان الريفيين في بلد متخلف. ويوضح بحث الدكتور فيدر قبل كل شيء أننا لا يجب أن نتحدث عن صناعة فراولة مكسيكية، بل عن صناعة الفراولة الأمريكية الواقعة في المكسيك. فرسميا ينتج المكسيكيون الفراولة ويملكون حتى بعض تسهيلات التجهيز، إلا أن السيطرة الحقيقية تظل في أيدي المستثمرين وتجار الجملة الأمريكيين. وباستخدام عقود الإنتاج والتسهيلات الائتمانية تقوم هذه الشركات الأمريكية باتخاذ كل القرارات الهامة، كمية الإنتاج ونوعيته وأنواعه وأسعاره، كيف ومتى يزرع المحصول، عمليات التسويق بما في ذلك الأسعار التي تعطى للمنتجين، النقل والتوزيع، والعائدات على الاستثمارات الرأسمالية. ويبلغ من قوة سيطرة التسويق في الولايات المتحدة أنه برغم جهود الحكومة المكسيكية لتطوير أسواق في أوروبا، فإن كل الفراولة المكسيكية تمر من خلال مصدرين أمريكيين حتى عندما تباع بالمفرق في بلد ثالث مثل كندا أو فرنسا. والأكثر دلالة في هذه السيطرة هو أن كل نباتات الفراولة تأتي من مشاتل في الولايات المتحدة. فبعد 15 عاما من زراعة الفراولة التجارية لا تملك المكسيك بعد مصدرها الخاص لشتلات الفراولة الممتازة القائمة على فصائل أفضل ملائمة لظروف المكسيك. ولا يباع للمنتجين المكسيكيين سوى فصيلتين فقط، ليستا بالضرورة أفضل ما يلائم ظروف المكسيك، بل ما يفضله المستهلكون الأمريكيون. ورغم أن المنافسة بين منتجي الفراولة
قد تبدو حربا بين المنتجين المكسيكيين والمنتجين في كاليفورنيا، فالحقيقة أن التنافس قائم بين مجموعتين أمريكيتين لهما مواقع إنتاج مختلفة، والطريقة الوحيدة التي يمكن بها لموقع الإنتاج المكسيكي أن ينافس موقع إنتاج كاليفورنيا، حيث تتيح المعدات والإدارة الحريصة عائدات أعلى لكل عامل ولكل فدان، هي إبقاء تكاليف الإنتاج منخفضة للغاية. فأولاً، لابد من إبقاء الأجور منخفضة بصورة بائسة، ولذا فإن متوسط الأجور لا يبلغ سوى سبع الأجور في كاليفورنيا، حتى مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة الأعلى في الولايات المتحدة. وفيدر مقتنع بأن مجرد تطبيق قوانين الحد الأدنى للأجور في المكسيك سوف يميل إلى دفع صناعة فراولة الولايات المتحدة الواقعة في المكسيك إلى العودة إلى الولايات المتحدة أو إلى بلد آخر بأمريكا اللاتينية. وثانيا، فإن مصلحة صناعة فراولة الولايات المتحدة في المكسيك ترتبط بصورة وثيقة بالأرض والمياه الرخيصين، والمياه تكون رخيصة بالنسبة للمستثمرين حين تدفع معظم نفقاتها خطط الري الممولة فيدراليا. ويلاحظ فيدر ثالثا أن المستثمرين لا يستخدمون من التكنولوجيا سوى ما يكفي للحفاظ على الإنتاج دون رفع النفقات، ولو أرادوا أن يستخدموا أموالاً تنتج محاصيل تقارن بمحاصيل كاليفورنيا لكان خيراً لهم أن يظلوا في الولايات المتحدة. وأخيراً، فإن جاذبية المكسيك تكمن في أن الأرض التي يتم الحصول عليها بثمن رخيص يمكن استخدامها بصورة رخيصة، فبدلاً من اشتراط الزراعة الحريصة واستخدام المعدات لزيادة المحاصيل يتم حرث أراض أكبر. وطبقا لما يذكره فيذر، فإن الأرض يجري نهبها بنباتات سيئة واستخدام مدمر للري وفلاحة سيئة وسوء استخدام للمبيدات تدمر كلها التربة في أماكن عديدة. لكن الشركات الزراعية تدرك أن بإمكانها الانتقال إلى أراض جديدة أو حتى إلى بلد آخر حيث يمكن بدء العملية برمتها من جديد، ولأن مثل هذا النظام الزراعي ليس موجها إلى تلبية احتياجات السكان المحليين، فإنه طبقا لهذه الحقيقة ذاتها ملقى في حلبة المنافسة مع مراكز إنتاج في بلدان أخرى. ومن أجل المنافسة لا بد للزراعة التجارية في المكسيك من الإبقاء على التخلف الأجور والأرض الرخيصتين، حتى لو كان ذلك على حساب تهديد خطير للمستقبل على المدى الأبعد. إنها حلقة شريرة، فهذا الحفاظ على التخلف يضمن استمرار غياب سوق محلية قوية يمكن لها وحدها أن توجه الإنتاج نحو الاستهلاك المحلي. قد تزدهر الصحراء، لكن من أجل من؟ يتطلب ملء طائرة نفاثة من طراز DC-10 الكثير من البضائع، لكن طائرة DC-10 خاصة تقلع 3 مرات أسبوعياً من مطار داكار المترب بالسنغال منذ أوائل ديسمبر وحتى مايو، محملة بالفول الأخضر والشمام والطماطم والباذنجان والفراولة والفلفل الأخضر. المفارقة أن هذه الشحنات الغذائية الجوية بدأت بالضبط عندما بدأ الجفاف في السنغال وتزايدت بصورة درامية حتى عندما أخذ الجفاف يسوء. ففي أواخر الستينات رسمت شركات غذائية معينة دائرة على خرائط العالم حول أقاليم أفريقيا شبه المجدبة، فهل كانت قلقة بشأن الجوع هناك؟ لا، لم يكن ما رأته في الساحل الأفريقي هو الجوع، بل مواقع إنتاج قليلة التكلفة يمكنها الربح منها، آخذة في الاعتبار الطلب الأوروبي على منتجات الشتاء الطازجة. ففي عام 1971 زار السنغال فريدز ماريشال أحد مديري الفرع الأوروبي لشركة باد أنتل أنكوربوريتد الممتدة على نطاق العالم، والتي هي الآن فرع لشركة كاسل أند كوك دول،
وأدهش ماريشال التشابه بين مناخ السنغال ومناخ كاليفورنيا الجنوبية، حيث أدت مشروعات الري لحكومة الولايات المتحدة منذ جيلين فقط إلى جعل الصحراء تزدهر. وفكر، لماذا لا يمكن للسنغال أن تحل محل كاليفورنيا كمصدر شركته للخضروات للسوق الأوروبي الشتوي المجزي الثمن؟ وكما لاحظ تقرير سري للبنك الدولي، فإن السنغال هي أقرب بلد للسوق الأوروبية يمكن فيها زراعة الخضروات خلال الشتاء في العراء دون حماية زجاجية أو بلاستيكية. وبحلول فبراير في العام التالي، كان ماريشال قد أسس شركة باد سينغال كفرع لشركة هاوس أوف باد التي هي فرع بروكسل لشركة باد أنتل. واليوم تدير باد سينغال مزارع خضروات عملاقة ولا تستخدم فيها سوى أحدث التكنولوجيا. وقد أقام المهندسون الإسرائيليون والهولنديون والأمريكيون شبكة ري بالرش ذات أميال من أنابيب البلاستيك المثقبة، وتتزود هذه الشبكة بالمياه عبر مسافة طويلة من شمال السنغال خلال خطوط أنابيب مقامة على نفقة الحكومة. وحتى تفسح المجال لميكنة الإنتاج، اقتلعت شركة باد عشرات من أشجار الباوباب المعمرة قرونا طويلة. وكان اقتلاع شجرة الباوباب التي يبلغ قطرها أحيانا 30 قدما يتطلب قوة جرار جاتر بيلر أو ثلاثة. وقد شرح لنا القرويون المحليون القيمة غير العادية لهذه الأشجار، فهي لا تحمي التربة فقط، بل كذلك تزود السكان المحليين بالمادة اللازمة لصنع كل شيء من الثياب حتى المنازل. ولما كان المشروع يحمل صفة التنمية، لم يكن على شركة باد أن تقدم شيئا من رأسمالها تقريبا، فقائمة حملة الأسهم الرئيسيين ومقدمي القروض الميسرة تضم الحكومة السنغالية وهاوس أوف باد والبنك الدولي وبنك التنمية الألماني. كذلك ساعدت الحكومة السنغالية بإبعاد القرويين من الأراضي التي كانت ستصبح مزارع لشركة باد، بل إن أربعة أعضاء في فيالق السلام قد عاونوا على تطوير مزارع الخضروات للتسويق من خلال شركة باد. ورغم الكلمات الرنانة حول التنمية وواقع سوء التغذية الواسع الانتشار في السنغال، فإن كل الإنتاج موجه لتغذية المستهلكين في السوق الأوروبية المشتركة. هذا على الرغم من حقيقة أنه في عام 1974 وحده أنفق دافعو الضرائب الأوروبيون مبلغ 53 مليون دولار لإتلاف، أي إخراج من السوق، الخضروات لإتلاف الخضروات المنتجة أوروبياً لإبقاء الأسعار مرتفعة. وفي إحدى السنوات أصبحت أسعار الفول الأخضر في أوروبا أقل من تكاليف قطف وتعبئة وشحن محصول باد الضخم في السنغال. فهل كان ذلك يعني المزيد من الغداء لجياع السنغال؟ لا، فكما اعترف مدير باد هولندا باول فانبليت، فإنه لما كان السنغاليون غير معتادين على الفول الأخضر ولا يأكلونه، كان علينا أن نتلفه. ومن مايو إلى ديسمبر تجعل التعريفات الأوروبية من غير المربح تصدير أي خضروات، فهل تترك باد سنغال مزارعها دون زراعة أو تسمح للسكان المحليين بزراعة الغداء لأنفسهم خلال هذه الشهور مرة أخرى؟ لا، ففكرة باد الأفضل هي زراعة العلف للماشية. وفي يوليو عام 1977 أممت الحكومة السنغالية بالكامل شركة باد سينغال، وتردد إن السبب هو أن الحكومة تعتقد أن الشركة تخفي بعض أرباحها. ورغم ذلك فإن هاوس أوف باد تستمر في تولي تسويق خضروات المزارع في أوروبا، وهو أربح جزء في العملية. وعند زيارتنا للسنغال في أواخر عام 1977 علمنا أن باد بدأت العمل وتخطط لذلك في 9 بلدان أفريقية أخرى.
كذلك تضع عينها على أفريقيا شركة American Foods Share Company، وهي شركة متعددة الجنسية تملكها شركتا شحن بحري سويديتان. ويذكر رئيسها روبرت سفارسيوس إن أي شخص يقول أننا نذهب إلى أثيوبيا لكي نساعد تلك المخلوقات البائسة كاذب. والشركة الآن تختبر بلدانا مثل ساحل العاج ومصر وكينيا وأثيوبيا كمواقع إنتاج لإمداد أوروبا، وهو يقدر أن الاستثمارات في أفريقيا يمكن أن تتوقع عائدا على رأس المال يعادل من مرتين إلى مرتين ونصف العائد في السويد. ويقر سفاراسيوس بأن الحاجة إلى مدد مستمر تجعله يفضل بلدانا مثل مصر التي ليس لديها أي سوق محلي لهذه المنتجات، ويتنبأ بأن أفريقيا ستصبح أكبر منتج في العالم للخضروات ليس فقط لأوروبا بل كذلك لأمريكا. كذلك ترى تقارير البنك الدولي الأخيرة عن السنغال وموريتانيا مستقبل المنطقة في صادرات المانجو والباذنجان وثمرة الأفوكادو. فلماذا تكون أفريقيا جذابة بهذه الدرجة للشركات الزراعية؟ ليس فقط لقربها من المستهلكين الذين يدفعون ثمنا مجديا في الشرق الأوسط وأوروبا الغربية، بل كذلك لأن كثيرا من البلدان الأفريقية تقدم إمكانية الأراضي غير المستغلة. خذ مثلا حالة أثيوبيا حيث لم تستغل معظم الأراضي الصالحة للزراعة التي تضمنها ضياع ضخمة برغم المجاعات الشديدة الأخيرة، وكان وجود ضياع ملكية أو تابعة للكنيسة ضخمة وغير مزروعة بمثابة دعوة مفتوحة للشركات الزراعية الباحثة عن مواقع إنتاج رخيصة. وفي أوائل السبعينات منحت حكومة هيلا سيلاسي امتيازا لشركة مايسكو الإيطالية لإنتاج الحلفة لعلف الماشية في اليابان، ويتيح مناخ أثيوبيا قطع الحلفة مرات عديدة كل عام مقابل مرتين أو ثلاثة فقط في الولايات المتحدة. وتقع مزرعة مايسكو في المنطقة التي حدث فيها عام 1973 أن آلاف البشر الذين أخرجتهم تلك المزارع التجارية من أفضل أراضي رعيهم ماتوا جوعا مع قطعانهم من الجمال والخراف والبقر والماعز. وفي ذلك العام بدأت مايسكو في تربية الماشية والخراف للتصدير. تصدير عقيدة شرائح لحم البقر ستيك. شرعت شركات الولايات المتحدة بحماسة تبشيرية في نشر عقيدة شرائح لحم البقر الأمريكية في العالم، لكننا نسأل من المستفيد؟ هل يذهب اللحم إلى الجياع؟ أم أنه يعني مجموعة واردات رخيصة لمجموعة مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة؟ إنما يتراوح بين ثلث ونصف إجمالي إنتاج اللحوم في أمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان يجري تصديره أساسا إلى الولايات المتحدة. ويلاحظ ألان بريج في دراسته لمعهد بروكنز عن التغذية في العالم أنه رغم الزيادات الضخمة في إنتاج اللحم للفرد في أمريكا الوسطى، فإن اللحم ينتهي به الأمر ليس في بطون أمريكا اللاتينية بل في سندويتشات مطاعم الهامبرجر المتميزة في الولايات المتحدة. وقد أصبحت أمريكا الوسطى الموقع المختار للاستثمار في عمليات تصدير اللحم أولا لأنها بالغة القرب من الولايات المتحدة، وثانيا لأنها خالية من مرض القدم والفم بعكس الأرجنتين والبرازيل التي لا تسمح لوارداتهما من اللحم الطازج والمجمد بالدخول إلى الولايات المتحدة. فهل يجب أن تعتبر أمريكا الوسطى نفسها محظوظة؟ في عام 1975 أرسلت كوستاريكا التي يبلغ تعداد سكانها 2 مليون 60 مليون رطل من لحم البقر إلى الولايات المتحدة، وكان استهلاك الفرد من لحم البقر في كوستاريكا قد انخفض من 49 رطلا عام 1950 إلى 33 رطلا في عام 1971. ولو كانت 65 مليون رطل المصدرة قد بقيت في كوستاريكا لكان استهلاك اللحم المحلي قد تضاعف. ورغم ذلك فإن أرقام الاستهلاك للفرد خادعة،
فالعديد من أهالي كوستاريكا أولئك الذين هم دون أرض أو عمل ليكسبوا النقود، لا يمكنهم مطلقا شراء اللحم مهما بلغ حجم المتاح منه، ونصف أطفال البلاد لا ينالون غداء كافيا لطعامهم وأقل من ذلك من اللحم. لكن من الحقيقي أيضا نظرا لظاهرة السوبر ماركت العالمي أن قلة من مواطني كوستاريكا الميسورين يمكنهم شراء بعض لحم البقر الكوستاريكي مثل الأمريكيين تماما في واحد من مطاعم ماكدونالد الثلاثة في سان خوسيه. والآن أصبح البيج ماك الآن موجودا في كل عواصم أمريكا الوسطى. وقد أغرى سوق تصدير لحم البقر الزراع في بلدان مثل كوستاريكا وغواتيمالا بالتخلي عن تربية أبقار إنتاج الحليب، وكانت النتيجة ارتفاعات حادة في سعر اللبن وضعته بعيدا عن متناول معظم العائلات. ورغم أن معظم اللحم يصدر لأن الناس أفقر من أن يشتروه، فإن أناسا محليين على الأقل هم الذين يكسبون النقود من تلك الصادرات. لكن هل نتحدث حقا عن منتجي أمريكا الوسطى المتواضعين الذين يزدهرون في سوق البلاد الضخمة؟ ليس بالضبط، فالذين يربحون في سوق تصدير اللحوم هم الحكام المتسلطون التقليديون، وكذلك الدبلوماسيون الأمريكيون السابقون، السفراء السابقون في نيكاراغوا وهندوراس البريطانية مثلا، ومدير فيالق السلام السابق في كوستاريكا، وأصحاب مزارع الماشية الضخمة في الغرب الأمريكي، بما في ذلك محامي مزرعة كينج رانش بتكساس التي تبلغ مساحتها مساحة بلد كامل، وشركات التجهيز العملاقة مثل شركة جون موريل كومباني التي هي فرع اللحوم لشركة يونايتد براندز، وحتى الشركات الصناعية المتعددة الجنسية مثل فولكسفاغن بدأت تدخل مجال تجارة اللحوم. فكما يلاحظ أحد مديري فولكسفاغن يقول: إنك تحصل من رطل من لحم البطن على ربح أكبر بكثير من رطل من سيارة فولكسفاغن في طوكيو. أما البنك الدولي والبنوك الإقليمية والهيئات الزراعية الذين يعملون في مشروعات تتكلف عدة مليارات من الدولارات، فيبدون ملتزمين أكثر من أي وقت مضى بزيادة إنتاج الماشية للتصدير من أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وتشير دراسات عديدة إلى أن ذلك يمكن أن يكون مجرد البداية، فمعدل النمو في الطلب العالمي على لحم البقر أعلى من معدلات نمو الطلب على أي منتج زراعي آخر. إن من يطلبون لحما في كل وجبة أن ينتزع منهم سعر يعلو باستمرار من أجل الحصول عليه. وقد بدأت عقيدة شرائح لحم البقر الأمريكية في الانتشار فعلا في اليابان وغرب أوروبا، وتتحول إلى موضة في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي والدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط وفي عديد من البلدان الآسيوية. يتطور ذوق جديد يفضل اللحوم التي تتغذى على الحبوب. لكن لماذا يتحول إنتاج الماشية في البلدان المتخلفة؟ أولا، لأن كبار مربيي الماشية في الولايات المتحدة قد تحولوا عن النفقات الأكثر ارتفاعا للأرض وقوة العمل في الولايات المتحدة. وكما يعبر عن ذلك أحد مربيي الماشية يقول: هذا ما يتلخص فيه الموضوع، 95 دولارا للبقرة في السنة في مونتانا و 25 دولارا في كوستاريكا. ثانيا، من أجل تجنب النفقات المتزايدة لحبوب العلف، تبحث صناعة لحم البقر عن مناطق يكون فيها الرعي اقتصاديا. علاوة على ذلك، فإن الشركات العملاقة متعددة الجنسية قد استولت مؤخرا على شركات تجهيز اللحم الرئيسية، فشركة آرمور الآن هي في الحقيقة جراي هاوند، وويلسون هي إل تي في، وسويفت هي إزمارك وموريل هي كما رأينا تعبير آخر عن يونايتد براندز. وكما بدأ العاملون في الجزارة في الولايات المتحدة وأوروبا يدركون لتوهم، فإن هذه الشركات تحاول الآن نقل عمليات تجهيز اللحم الكثيفة العمالة التشفية التعليب الأولي إلى مواقع الإنتاج الجديدة في البلاد الرخيصة العمالة. وأخيرا، فإن الشركات الزراعية العملاقة لا تود الانشغال بالشراء
من عديد من الموردين المستقلين والتنافس فيما بينها على أولئك الموردين هكذا، فإن يونايتد براندز تضم إليها فروع تربية ماشية ذات جاذبية خاصة بسبب العمالة الرخيصة والحوافز الحكومية وأرصدة التنمية المتاحة في بلدان مثل هندوراس. إن مزرعة الماشية العالمية ليست سوى نوع متفرع عن المزرعة العالمية. دافع آخر وراء تحول صناعة لحم البقر إلى الخارج هو سعي حكومة الولايات المتحدة والشركات إلى بناء أسواق لصادرات الغلال وفول الصويا الأمريكية، وربما أصبح إنتاج اللحم هو المعادل الجديد لصناعات التجميع التي انتشرت بين العديد من بلدان العالم الثالث. فمثلما بدأت البلدان المتخلفة في الستينات تجميع السلع الاستهلاكية المصنعة في البلدان الصناعية للشحن مرة أخرى إلى الأسواق الصناعية، تقوم عمليات تربية الماشية التي تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسية باستيراد الغلال الأمريكية لعلف الحيوانات التي يتم شحنها عندئذ إلى الولايات المتحدة. وقد فرضت العديد من حكومات البلدان المتخلفة في سعيها لزيادة الصادرات إلى أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة سلسلة كاملة من الإجراءات لتقليل استهلاك لحم البقر المحلي داخلها، ووصل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية بما في ذلك الأرجنتين وأوروغواي إلى حد تحديد أيام وأسابيع معينة من السنة لا يمكن خلالها بيع اللحم. وكانت النتيجة الأساسية هي أن الميسورين قرروا فجأة أن الوقت قد حان لشراء فرايزر. وتتمتع أفريقيا بكثير من نفس الخصائص الجذابة لمستثمري الماشية التي تتمتع بها أمريكا اللاتينية، ويتردد أن الشركات الأوروبية تدرس عددا من مشروعات تربية الماشية في كينيا والسودان، وهي من أفضل وأرخص أراضي المراعي قرب أوروبا. وطبقا لما ذكره أحد مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة الذي يخشى ذكر اسمه، فإن الخطة هي استخدام معدات الثورة الخضراء في مزارع مميكنة بالكامل لإنتاج حبوب العلف، وهذا العلف يسمن الماشية المجلوبة من مزارع تربية الماشية، والهدف هو التصدير. دجاجة في كل قدر. إننا نميل إلى النظر إلى الدجاج باعتباره غداء شعبيا حقيقيا بمقارنته باللحم، وهكذا قد يبدو تشجيع تربية الدجاج في البلدان المتخلفة فكرة طيبة. أليس ما يحتاجونه هو مصدر رخيص للبروتين؟ لكن شركة رالستون بورنيا لا ترى الأمر على هذا النحو، فقد درست رالستون بورنيا إنشاء صناعة دواجن في كولومبيا لا لكي يحصل الفقراء على المزيد من الدجاج في وجباتهم، بل لكي تخلق احتياجا إلى منتجها الأساسي الأعلاف المركزة. فقد علمت التجربة شركات الأعلاف المتعددة الجنسية مثل رالستون بورينا أن تنشيط إنتاج الدواجن هو أسرع وسيلة لخلق زبائن للأعلاف المركزة، فتجارة الدواجن تتطلب رأس مالاً ابتدائيا أقل وأرضا أقل من عملية تربية الماشية، علاوة على أن أعلاف الدواجن من بين أكثر البنود ربحية لشركات العلف. في البداية قدمت بورنيا فروضا للزراع التجاريين لشراء الكتاكيت والعلف، وسرعان ما أصبح عدد الدواجن يفوق ما يمكن إطعامه بحبوب العلف، وهكذا قدمت الشركة قروضا لزراع تجاريين آخرين لزراعة محاصيل العلف، وشجعت الحكومة والمقرضين الأفراد على عمل نفس الشيء، وأزيحت المحاصيل الغذائية التقليدية مثل الذرة المجال للذرة الصفراء من أجل العلف، وأصبح جزء من محصول الذرة الذي كان مخصصا للاستهلاك الآدمي يجلب سعرا أعلى باعتباره مادة لمطاحن بروينة. أما الفول وهو الآخر غداء أساسي للفقراء، فقد أفسح المجال لفول الصويا من أجل العلف. ففيما بين عامي 1958 و68 تناقصت المساحة المزروعة بالفول التقليدي إلى النصف، بينما قفزت زراعة فول الصويا
وكلها تزرع لعلف الماشية إلى 6 أضعاف. إن محنة الفقراء تزداد سوءاً بسبب طبيعة السوق، إذ بينما يستولي إنتاج علف الحيوانات على الأراضي التي كانت تزرع الفول والقمح للاستهلاك الآدمي، ترتفع أسعار هذه الأغذية الأساسية. وما زال يحلو لرالستون بورنيا الحديث عن كيف أنها كانت قوة دافعة وراء إنتاج مصادر جديدة للبروتين، الدجاج والبيض. صحيح أن كولومبيا التي كانت تستورد البيض في عام 1957 لم تعد تستورد بيضا بحلول عام 1961، ومن عام 1966 إلى عام 71 تضاعف إنتاج الفراريج السنوي من 11 مليونا إلى 22 مليون، إلا أنه وكما تلاحظ الدراسة الممتازة التي أجريت برعاية اتحاد المستهلكين، فإن تحويل أراضي المحاصيل عن إنتاج البقول الفول إلى محاصيل العلف لم يستبدل فقط مصدرا رخيصا للبروتين بآخر مكلف، بل إنه قلل أيضا من إجمالي توفر البروتين في البلاد، لأن المصادر الحيوانية للبروتين أقل كفاءة في الإنتاج من المصادر النباتية. إن رقعة من الأرض تستخدم لزراعة الفول والذرة يمكنها تلبية الاحتياجات البروتينية لعدد من الناس يفوق بكثير عدد من تلبى احتياجاتهم لو استخدمت لإنتاج محاصيل العلف الحيواني. فعلى أساس الخبرة الفعلية في إقليم الفاي بكولومبيا، توصلت جامعة الفاي إلى التقديرات التالية: أن فداناً واحداً من الأرض يزرع بمحاصيل العلف للدواجن لا يقدم للناس سوى ثلث كمية البروتين التي يمكن أن تقدمها نفس الأرض لو زرعت بالذرة أو الفول، وأن الفدان لو كان مزروعاً بفول الصويا للاستهلاك الآدمي فإنه يمكن أن يقدم من البروتين 16 أضعاف ما ينتجه باستخدام تلك الأرض لإنتاج علف الدجاج. واستخدام العلف لإنتاج البيض بدل الدجاج يقلل هذه الفروق بعض الشيء، لكن وفقا للحسابات على أساس إحصائيات الحكومة الكولومبية لعام 1970، فإن دستة من البيض تكلف أكثر من مكسب أسبوع كامل بالنسبة لأكثر من ربع السكان. ويروق لرالستون بورنيا وغيرها من شركات العلف في كولومبيا أن تورد الأرقام التي تبين الزيادات في استهلاك الفرد من البيض، لكن وكما هو معتاد فإن الأرقام للفرد مضللة، فالمتوسطات الأعلى يمكن أن تعكس مجرد زيادة استهلاك البيض من جانب مجموعات الدخل المتوسط والأعلى المحدود، إما بصورة مباشرة أو في شكل سلع مصنعة مثل الوجبات الخفيفة والمايونيز. وبالنسبة للبيض الإضافي يمكن لرالستون بورنيا أن تحسب على أساس قومي، وهناك دلائل على أن الفجوة البروتينية في كولومبيا تنمو أسرع ب8 مرات من نمو السكان. هكذا فإن ما بدا أنه الطريق لخلق مصدر مطلوب للبروتين الرخيص للكولومبيين يتضح أنه يدمر المصادر الوحيدة المتاحة للبروتين للناس، وتساعد رالستون بورنيا في تعليمنا كما ناقشنا من قبل في الباب الخامس أن الوسائل الحديثة ومهارات الإنتاج في حد ذاتها لا تعني شيئاً، فلا بد أن نسأل دائماً من أجل ماذا ومن أجل من وعلى حساب أي بدائل، والذي سيحدد الإجابة على هذه الأسئلة سيحدد هو من يتولى الإنتاج، الناس أنفسهم أم الشركات المتعددة الجنسية؟ أين ذهبت كل الأزهار؟ خبرة أخرى تتحرق الشركات الزراعية شوقا لجلبها إلى البلدان المتخلفة هي إنتاج محاصيل الزينة، الاسم الأكاديمي للأزهار والأغصان المقطوفة. فإذا لم يكن الفلاحون المحليون قادرين على شراء الدجاج أو البيض، فربما أمكنهم إضفاء البهاء على أكواخهم بالأزهار المقطوفة. ومنذ عام 1966 ازدادت قيمة الأغصان والأزهار المقطوفة المستوردة إلى الولايات المتحدة بما يفوق 60 مرة لتبلغ 20 مليون دولار عام 1975،
يأتي 90% منها من أمريكا اللاتينية. ويشعر بعض الخبراء أنه بحلول عام 1980 لن يعود من المربح إنتاج الأزهار المقطوفة في عديد من مناطق الإنتاج الحالية بالولايات المتحدة. والبلد المفضل حتى الآن هو كولومبيا، حيث تمثل تجارة الأزهار المقطوفة الآن 17 مليون دولار سنوياً. وفي عام 1973 قدر لنا أحد الاقتصاديين بالحكومة الكولومبية أن الهكتار المزروع بأزهار القرنفل يحقق ربحا مقداره مليون بيسو في السنة، أما إذا زرع بالقمح أو الذرة فإن نفس الهكتار سيحقق ربحا لا يزيد على 12500 بيسو. وإذا عرفنا أن ما لا يقل عن 70% من الأراضي الزراعية في كولومبيا يسيطر عليها مجموعة صغيرة من المزارعين الأثرياء الذين ليسوا بحاجة إلى التفكير في الأرض في علاقتها بزراعة الغداء للمعيشة، فلن يكون مما يدعو إلى الدهشة على الإطلاق أن تنضم محاصيل الزينة إلى علف الماشية والماشية في قائمة أولوياتها المحصولية. كذلك فإن إكوادور وغواتيمالا وبدرجة أقل المكسيك تتحول هي الأخرى إلى مواقع إنتاج رئيسية للأزهار من أجل السوبر ماركت العالمي. وبالفعل كانت غواتيمالا تزود الولايات المتحدة عام 1972 ب 159 مليون. وزارة الزراعة الأمريكية تعدها بالواحدة زهرة كريزانتيم ووردة وزهرة داليا وزهرة مارغاريتا وزهرة شاميدوري وزهرة قابضة بحرية ستاتيس. إن نقل الشركات الزراعية لإنتاج الأزهار إلى البلدان المتخلفة لتزويد السوبر ماركت العالمي يتبع النسق المزدوج الذي رأيناه في حالة المحاصيل الأخرى. فأولاً يأتي البحث عن مواقع إنتاج أقل تكلفة، وقد قدرت تكاليف إعداد الأرض لزراعة الأزهار في أمريكا الوسطى بأقل من 10% من التكاليف المقارنة في فلوريدا. وثانياً يأتي جهد الشركات في الجمع بين كافة العمليات من البذرة إلى متجر الأزهار. فتجارة الأزهار في الولايات المتحدة كانت تتكون تاريخيا من أعداد كبيرة من المنشآت المستقلة، صغار الزراع وكبار الزراع الشاحنين وعشرات الآلاف من متاجر التجزئة. لكن شركات زراعية معينة مثل سيرز وغرين جيون وبيلزبوري ويونايتد براندز وسلاسل السوبر ماركت بدأت تتطلع إلى الأرباح التي يمكن تحقيقها بربط تجارة التجزئة بمواقع الإنتاج الأجنبية الرخيصة، وهي عملية تكامل تخرج قليلا عن مدى إدراك تاجر الزهور المجاور لك. والمعروف عن يونايتد براندز أن لديها بالفعل عمليات إنتاج على مساحة بضع مئات من الأفدنة في أمريكا الوسطى، وأنها تخطط لتوسع كبير، وسوف تسوق الأزهار من خلال سلاسل السوبر ماركت ومحلات متميزة. أما محلات الزهور المحلية الأحياء فيمكنها أن تمضي إلى حيث مضت عشرات الآلاف من المحلات الأخرى، أي أن تتوقف عن العمل. هكذا تفعل الشركات الزراعية ما يوحي به السؤال بالضبط، أي جلب خبرتها الإنتاجية إلى بلدان يظل فيها الكثيرون بلا غداء. لكن ماذا تزرع؟ الأسبرجيس والخيار والفراولة والباذنجان ولحم البقر والأزهار، أي المحاصيل الترفيهية. ومن أجل من؟ من أجل جيدي التغذية الذين يكون من المربح البيع لهم، ويجري توجيه نسبة أكبر فأكبر من الموارد الزراعية الأولية التي يحتاجها الجياع في الخارج لغدائهم من أجل تزويد جيدي التغذية الأجانب. على أن الشركات التي وصفناها ليست أسوأ الشركات، إذ يديرها مديرون ربما لا يكونون أفضل أو أسوأ نية من غيرهم، لكن هناك عقبة واحدة، أن الشركات لا بد أن تبيع من أجل الربح. ثم تقول أن الشركات الزراعية لا يملكها سوى أن تكون ناجحة. أنت على صواب، فقد ذكر لنا جيمس ماكي كبير مديري شركة سي بي سي انترناشيونال في حديث معه أن خط الربح ما يهمنا، ولو غاب ذلك عن بصرنا
مهما كان أداؤنا جيدا فلن نبقى طويلا، لكن هذا هو بالضبط السبب الذي لا يجعلهم قادرين على مساعدة الجياع، فمهما كان العدد الذي يبلغه الجياع فطالما ظلوا فقراء يؤثر هؤلاء الجياع على السوق. مساعدة الاقتصاد المحلي. لكي ندرك ما إذا كانت الشركات المتعددة الجنسية تساعد بلدان العالم الثالث بتقديم الوظائف والدخل، علينا أن نلقي نظرة على طريقة عملها وراء البحار. تقليديا كان الاستثمار الزراعي الأجنبي في بلد متخلف يعني امتلاك المزارع وإداراتها، ولكن الوضع أخذ يتغير، فنتيجة لخطر نزع الملكية أو الثورة أو التمرد، فإن المزارع مخاطرة بائسة كما تقول هيئة الاستثمار الخاص وراء البحار أوبيك، وهي إدارة حكومة الولايات المتحدة التي تؤمن الشركات الأمريكية ضد هذه المخاطر بالضبط. علاوة على ذلك، فإن الملكية المباشرة للإنتاج ليست جذابة بالنسبة لشركة تسعى إلى استثمار أقل ما يمكن من رأس المال. الزراعة التعاقدية. في عام 1965 كانت استثمارات الشركات الزراعية في الملكية المباشرة للأرض في الخارج تعادل نصف قيمتها قبل ذلك بعقد واحد، ورغم ذلك جاء هذا الانخفاض في وقت اهتمام متزايد بالاستثمار في زراعة العالم الثالث. فهل هذا تناقض؟ ليس تناقضا في الحقيقة، إذ تتحول كثير من الشركات الزراعية من نموذج المزرعة الضخمة إلى نموذج الزراعة التعاقدية. وتوجد الاستثناءات حيث تجعل الدكتاتوريات العسكرية الشركات الأجنبية تشعر بالأمن التام، وحين تجد الشركات أنها لابد أن تنتج مباشرة حتى تتحكم في الجودة. فبدلا من امتلاك الأرض والزراعة مباشرة، تعني الزراعة التعاقدية أن الشركة تجعل المنتجين المحليين يوقعون عقدا يلزمهم باستخدام معدات معينة لإنتاج كمية متفق عليها من منتجات معينة مع تحديد تاريخ التسليم للشركة والسعر. وبديهي أن الشركة تظل تحتفظ بالسيطرة التي تتطلبها مع استثمار رأس مال قليل، وأفضل ما في الأمر هو أنه لا يوجد ما يمكن تأميمه، ولا يوجد شركة تفوق شركة نيسلي في الحجم بوصفها شركة غذائية إلا شركة يونيليفر الأنجلو هولندية العملاقة، وأكثر من 50% من أرباحهما ينتج عن منتجات تستخدم اللبن أو الكاكاو أو البن كمواد خام. ورغم ذلك لا تملك نيسلي بقرة واحدة ولا فدانا واحدا من البن ولا مزارع منتجة للكاكاو، فهي ليست بحاجة إلى ذلك، بل إن في استطاعتها السيطرة على الإنتاج بطريقة أكثر كفاءة وبمخاطرة أقل عن طريق التحكم في أسواق السلع المحلية وعن طريق احتكار لوازم المنتجين. فمثلا يبذر مزارعو الألبان في البرازيل مراعيهم ببذور تختارها محطة أبحاث نيسلي البرازيلية، وتقدم القروض للمزارعين لشراء هذه البذور، وكذلك علف الماشية واللقاحات والآلات الزراعية. ثم تشتري نيسلي إنتاج المزارعين من اللبن وتخصم من مدفوعاتها جزءا لسداد الدين. ومن غير المحتمل أن يكون المزارعون الصغار أو الكبار في وضع يمكنهم من رفض تلك القروض، فليسوا على استعداد للمخاطرة بإغضاب المشتري الوحيد للبن. وهذا وضع مثالي بالنسبة لنيسلي، ولا نقصد هنا السخرية من واحدة من أشهر ماركاتها، فباستطاعتها التحكم في جودة اللبن وكميته، وما من نقود موظفة في الزراعة، فالفلاحون يتحملون كل المخاطرة ويدفعون فائدة لنيسلي على القروض التي نالوها. كذلك فإن وجود نيسلي في هذا الوضع القوي يمكنها من الحصول على سلعها بسعر زهيد، ففي غانا دفعت نيسلي متوسطا قيمته 1135 دولارا للطن من الكاكاو عام 1974،
حين كان السعر العالمي هو 2163 دولاراً، ودفعت لساحل العاج 393 دولاراً للطن من البن، أقل من ثلث السعر العالمي، كما دفعت لمنتجي السكر في كل أنحاء العالم نسبة 57% من السعر الجاري. وتجد نيسلي في العالم الثالث مورداً عظيم القيمة لسلعة أساسية أخرى، قوة العمل. ففي كل أنحاء العالم تبلغ قائمة أجور نيسلي نحو 16% من الأرباح، بينما هي في إفريقيا عشر الأرباح، وفي آسيا لا تمثل سوى 2.8% من الأرباح. قد نظن أن جامعي الضرائب في العالم الثالث سيحصدون نصيبا محترما من أرباح فروع نيسلي في بلدانهم، ولا حتى تامة، فآخر السجلات تبين أن هذه الفروع في أمريكا اللاتينية ككل، حيث تتعدى أرباح نيسلي مبلغ 500 مليون جنيه استرليني سنويا، تحقق خسارة سوء إدارة غير محتمل. فنيسلي معروفة بتدريبها الصارم لطاقمها الإداري. الأقرب إلى الصواب هو فن التثمين المتغير الذي تنقل به الأرباح من أحد البلدان إلى بلد آخر تكون فيه الضرائب أقل. ومن هذه الأساليب الأموال التي يتم إقراضها لفرع وراء البحار من جانب الشركة الأم بسعر فائدة مرتفع، أو المدفوعات السخية من جانب الفرع إلى الشركة الأم مقابل امتياز استخدام علامة تجارية مشهورة. على أن التثمين المتغير لا يقتصر استعماله على العالم الثالث فقط، إذ يساعد على توضيح السبب الذي تحقق من أجله عمليات نيسلي في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار، حيث تبلغ الضرائب نحو 40% خسارة، كما هو حال فرعها الضخم في المملكة المتحدة. ورغم ذلك فإن فرع نيسلي في سويسرا، حيث لا تدفع نيسلي في المتوسط سوى 5% من أرباحها كضرائب، يعلن أرباحا تتعدى 300 مليون جنيه استرليني. أما يونايتد براندز التي تسوق موزة فايف في المملكة المتحدة، فكانت الرائدة على طريق التخلص من الملكية المباشرة والحفاظ على السيطرة، وقد رأت إشارة الخطر عام 1960 حين أممت الحكومة الكوبية 271 ألف فدان. وهكذا بدأت الشركة في تطوير برنامج المنتج المشارك الذي سمح لها ببيع أغلب أراضيها. ففي أمريكا الوسطى وحدها انخفضت ملكية يونايتد براندز المباشرة من نحو 2 مليون فدان عام 1954 إلى ثلث هذا الرقم عام 71. وفي إكوادور كانت الشركة قد باعت كل ممتلكاتها الواسعة بحلول منتصف الستينات. لكن في كل الحالات كانت يونايتد براندز تحافظ على السيطرة الكاملة، والمنتج المشارك هو شخص محلي يشتري أو يؤجر الأرض من شركة المزارع، ومثل هذا الشخص ليس زارعا صغيرا مكافحا. ففي غواتيمالا يملك أحد المنتجين المشاركين لدى ديلمونتي، وكان من قبل مقاولا لدى يونايتد فروت ما يفوق 3000 فدان. وقد وجدت دراسة للأمم المتحدة أن منتجي ديلمونتي المشاركين 13 في كوستاريكا يملك كل منهم متوسطه 612 فدانا، ويتعاقد المنتجون المشاركون على شراء معداتهم ومساعداتهم الفنية من الشركة وعلى بيع كل إنتاجهم لها. وإذا اعتقدت الشركة أن أحدهم ذو مكانة سياسية جيدة، فبإمكانه أو بإمكانها كذلك الحصول على قرض من الشركة لينطلق به. وتحسب الشركة الفرق بين مجمل تكلفة الإنتاج وسعر الشراء الذي تحدده الشركة. علاوة على ذلك تستخلص الشركة ربحا إضافيا عن طريق التسويق الناتج فيما وصفته البيزنس ويك بأنه السوق الكبيرة المختبرة جيدا.
وهناك مكسبان إضافيان للشركات الأجنبية في مثل هذا التعاقد، أحدهما اقتصادي والآخر سياسي. فحين تزدهر السوق الخارجية، تعتمد الشركات على المنتجين المشاركين لزيادة إنتاجهم المباشر. لكن حين يمكن لزيادة العرض أن تخفض الأسعار، فإن الشركات ترفع معايير الجودة حتى تقلل من مشترياتها من منتجيها المشاركين. وسياسيا، يمنح هذا النظام للشركات الأجنبية كتلة ذات نفوذ من أبناء البلاد، تكون رفاهيتها مرتبطة برفاهية الشركات، وهذا أفضل ضمان ضد تأميم الممتلكات الباقية أو ضد الإصلاحات الضريبية القومية، كما أثبتت شركات الموزي عام 1974. قد لا يكون اسم الشركة يونايتد فروت، وقد لا تعود هناك مزارع كبرى للشركة، لكن لم يتغير سوى القليل بالنسبة للناس العاديين. فأفضل الأراضي ما زالت تزرع بالفواكه مثل الموز وبالخضروات من أجل جيدي التغذية في العالم. وما زال أفضل ما يرجوه السكان الريفيون هو الأعمال الموسمية قليلة الأجر في حقل المنتج المشارك، وما زال معظم القيمة المنتجة يذهب إلى يونايتد براندز. أما وزير زراعة الولايات المتحدة السابق أورفيل فريمان، وهو متحدث رئيسي باسم الشركات الزراعية، فيعتقد أن هذا النوع من الزراعة التعاقدية يحمل مستقبلا مشرقا لزراعة العالم الثالث، وهو الآن رئيس بيزنس انترناشيونال ورئيس شركة زراعية تسمى ملتي ناشيونال أجرو بيزنس انكوربوريتد سيستمز. ففي مؤتمر نظمته الأمم المتحدة حول الشركات الزراعية والجوع في العالم، عرض رؤيته على آخرين من مديري الشركات المتعددة الجنسية حول نوع من الزراعة التعاقدية يفضل أن يسميه زراعة الأقمار الصناعية. وهو يتنبأ بأن عديدا من الشركات الزراعية، ذكر ديلمونتي وإف إم سي وإنترناشيونال سيستمز أند كونترولز وشركات هاواي العملاقة ونيسلي التي تملك الخبرة والتكنولوجيا والخبرة الإدارية، ستقوم بزراعة وحدة إنتاج أساسية ذات حجم أمثل باستخدام أحدث التكنولوجيا، وتقدم خدمات إشرافية لمئات من صغار الزراع المتجاورين وتتعاقد على إنتاجهم. هذه الرؤية ليست جديدة، فالشركات الزراعية لم تخترع الزراعة التعاقدية من أجل البلدان المتخلفة، إنها أداة مجربة بالفعل للشركات الزراعية لتحقيق السيطرة على إنتاج الغداء في البلدان الغربية أيضا. إن تجارة الغداء في أوروبا تخضع لسيطرة محكمة، لكنها لا تبلغ في أي مكان الدرجة التي بلغتها في المملكة المتحدة. فمع خروج بريطانيا من العصر الاستعماري وهي تعتمد اعتمادا تقليديا على الغداء المستورد، طورت صناعة غذائية بالغة المركزية. فبالمقارنة بشركاتها تصبح الشركات الأوروبية المماثلة أقزاما. وهكذا فإن 14 شركة غذائية في المملكة المتحدة تتجاوز أرباحها 100 مليون جنيه استرليني سنويا، بينما لا يستطيع الأعضاء الستة الأصليون في السوق الأوروبية المشتركة معا سوى تجميع أربع من تلك الشركات. ومن بين 200 شركة أوروبية التي تأتي في المقدمة والمسجلة في فيجيون، توجد 12 شركة غذائية بريطانية وست شركات غذائية فقط من أماكن أخرى. ويصاحب هذا التركيز للسلطة حتميا شبه احتكار لسوق المواد الخام. وعلى سبيل المثال، فإن يونيليفر التي تملك بيرز آي وباتشلورز تملك سيطرة شبه مطلقة على سوق البسلة في إيست أنجليا دون أن تملك بنفسها فدانا واحدا من الأرض الزراعية، وهي تكتفي بأن تحدد للزارع فصيلة البسلة المعينة التي يجب أن يزرعها، بل تحدد له أيضا متى يزرع وأي سماد يستخدم ومتى يجني المحصول وأي سعر ستدفعه، ولا تتحمل يونيليفر أي مخاطرة. فإذا حدث تشبع للسوق
أو إذا أصبحت البسلة صلبة جدا لسبب أو لآخر، لا تكون لديها مشكلة البحث عن زبون آخر. ولا تكتمل أي دراسة عن الزراعة التعاقدية بدون إلقاء نظرة على صناعة الدواجن الأمريكية، وهي الزراعة التعاقدية الأولى في الولايات المتحدة التي تجري عمليات تعاقدية على نطاق واسع. كان عقد الإنتاج هو الإدارة التي استطاعت بها شركات مثل رالستون، بورنيا، وكارجل، وبيلزبوري، وكونتيننتال جرين انتزاع السيطرة على إنتاج الدجاج في الولايات المتحدة في أواخر الخمسينات. ولما كان السعر في ذلك الوقت لا يتعدى بضعة بنسات للرطل، لم يكن المزارع المستقل المعسر يستطيع أن يرفض عرضاً بتقديم قرض من الشركة. وقد سيطرت نفس هذه الشركات على سوق العلف، وبالطبع كان العقد يشترط على المزارع ألا يستخدم سوى العلف الذي ينتجه من يمنحه القرض. وخلال 10 سنوات ارتفعت نسبة إنتاج دجاج الولايات المتحدة الخاضعة للعقود من 4% إلى 92%. وفي الحقيقة لا يختلف هؤلاء المزارعون المتعاقدون كثيرا عن إجراء في مصنع متكامل، لكن هناك فرقا واحدا ضخما، فهم الذين لابد أن يستدينوا ليبنوا المصنع ويزودوه بمعدات جديدة. وكما أخبر أحد المسؤولين في مكتب زراعة ميسيسيبي الباحثين بوزارة الزراعة الأمريكية، يقول: لا يستطيع أحد مزارعي ميسيسيبي اليوم أن يبيع الفراريج في السوق لو أراد إنتاجها، فالمزارعون لا يملكون هذه الطيور، إنهم يقدمون قوة العمل والحظائر فقط، وهم يفعلون ما يقال لهم بالضبط. وقد وصف جورج إنثان، وهو صحفي باحث من الطراز الأول لصحيفة ديموان ريجستر، زيارة أخيرة إلى منطقة الدواجن في ألاباما الشمالية بعد دخول الدامجين لكي يحصل المزارعون على عقد. كان يجب أن يجروا تحسينات معينة تحددها الشركة في مزارعهم، وكان المزارعون يمولون هذه الاستثمارات من خلال البنوك المحلية، والفشل في تلبية المواصفات ينتج عنه سحب العقد ليبقى المزارع دون سوق تماما. ولم يكن الدامجون يقدمون عقودا طويلة الأجل مقابل قيام المزارعين بإجراء التغييرات التي تصر عليها الشركات. وقد ذكر المزارعون الذين تحدثت معهم أنه في كل مرة كان يبدو أنهم على وشك تسديد الدين، كان الدامجون يأتون بتحسين جديد مثل السخانات الغازية وحظائر الدجاج العازلة ومعدات التغذية الآلية. وطالما ظلوا مدينين كان على المزارعين أن يظلوا يمارسون العمل، لكن لكي يواصلوا العمل كان عليهم أن يغرقوا أكثر في الدين. وقد وصف أحد المزارعين نفسه وغيره من مزارعي الدواجن بأنهم العبيد الجدد، وكان على معظم المزارعين أن يعملوا في أعمال في المدينة لتدعيم دخولهم، وكانوا عادة يجعلون زوجاتهم أو بناتهم يعملن في مصنع تجهيز الدواجن المحلي بأدنى الأجور. كان المزارعون يحصلون على 2 سنتا للرطل من دواجنهم، ولم أجد مزارعا واحدا يكسب في الرطل أكثر مما كان يكسب منذ 5 أو 10 سنوات، لكن تكاليفهم قد تضاعفت. وطبقا لما يذكره هاريسون ويلفورد في فصل صخرة الدواجن من دراسته الرائدة بذار الريح، وجد اقتصادي بوزارة زراعة الولايات المتحدة أن مربيي دواجن ألاباما يحققون 36 سنتا بالسالب ناقص 36 لكل ساعة من خدمتهم للشركات. وقد استنتجت نفس الدراسة لوزارة الزراعة الأمريكية عام 1967 أن مزارعي الدواجن يجري إفقارهم بسبب افتقارهم إلى القدرة التفاوضية في تعاملهم مع الشركات. وفي عام 1962 حاول بعض مربي الدواجن في أرنكساس المتعاقدين مع شركات التجهيز تكوين نقابة، فقامت الشركات بوضع المربين في القائمة السوداء ودمرتهم بأن ضمنت أن لا ينالوا عقودا على الإطلاق.
ولا يجرؤ المربون على التصريح بمعارضتهم للممارسات التجارية غير العادلة خوفا من وضعهم في اللائحة السوداء. ووصل هذا الخوف إلى حد هائل في حديث مع مربية دجاج تعاقدية في ألاباما في تلفزيون ABC عام 1973، فقد بلغت خشية المرأة من الإجراءات الرادعة أن اشترطت عدم إظهار وجهها وعدم إيراد أي ذكر للشركة التي كانت تربي الدواجن لها. وفي النهاية سأل المذيع لماذا تظلين تعملين في تربية الدجاج؟ فكانت الإجابة: نحن مضطرون إلى ذلك، وإلا فسوف نخسر منزلنا المرهون لندفع 59,600 دولار ثمنا لحظائر الدجاج ومزرعتنا وكل ما عملنا لأجله. في عام 1958 كتب إيريل بودز الذي كان قد ترك لتوه منصب مساعد وزير الزراعة ليصبح عميد الزراعة في بورديو ومديرا في رالستون بورنيا في نفس الوقت، كتب مقالا واسع الانتشار موجها إلى المزارعين الأمريكيين بعنوان لا تخافوا من الدمج، عنوان يخطف البصر بالتأكيد في الجنوب في عام 1958. واليوم تريد الشركات الزراعية وحكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي من الزراع في البلدان المتخلفة أن يثقوا باليد الممدودة للشركات، آملين ألا يكون هؤلاء الزراع قد سمعوا بمصير صغار مزارعي الدواجن الأمريكيين. إن عشرات الآلاف من المزارعين الأمريكيين الذين ليسوا ساذجين تجاه أساليب العالم الحديث والذين يعيشون في بلد به حشد من قوانين التجارة العادلة المناهضة للاحتكار علاوة على الوكالات المنظمة لم يستطيعوا حماية مصالحهم ضد حفنة قوية من شركات توريد الدواجن وتسويقها، فما هي إذن إمكانية أن يكون الزراع حتى الميسورين منهم في بلدان مثل الباكستان أو المكسيك أو كولومبيا أو تايلاند أفضل حظا؟ الشركات الزراعية والفلاح. ما هي ظروف الحياة الفعلية لأولئك الذين يعملون ليوردوا إلى السوبر ماركت العالمي؟ هل كان مجيء الشركات الزراعية يعني أعمالا لائقة ودخلا يتيح غداء كافيا وأساسيا مأمونا للتنمية؟ بالتأكيد ليست تلك حال صناعة الفراولة المزدهرة في المكسيك التي درسها دراسة معمقة إرنست فيدر في كتابه إمبريالية الفراولة، بحث في آليات التبعية في الزراعة المكسيكية. كما يحكي فيدر في منتصف الستينات قبل أن تصيب موجة الفراولة وادي ثامورا، كانت ثامورا وخاكونا المجاورة بلدتين صغيرتين، واليوم يسكن ثامورا 100,000 نسمة وخاكونا 30,000. وتأتي آلاف أخرى إلى الوادي بحثا عن عمل، وتعود إلى قراها بالليل لتنام في الطرقات، حيث أن نفقات المواصلات تمثل بالنسبة للبعض 30% من أجرهم اليومي إذا وجدوا عملا. ويعيش أكثر من 3/4 السكان في أحياء من عشش الورق المقوى تطوق البلدتين بعرض نصف ميل بلا مرافق صحية ولا مياه جارية والقليل من الكهرباء. باختصار حالة كلاسيكية من التضخم السكاني، لكن بإمكانك أيضا أن تجد بيوتا من طراز الضياع في وادي ثامورا يملكها مليونيرات الفراولة، وباعتبارهم مستخدمين يستفيد هؤلاء الأشخاص المعدودون هم وشركاؤهم الأمريكيون مباشرة من البؤس المدقع للأغلبية. ولما كان عدد الباحثين عن العمل يفوق بكثير عدد الأعمال المتاحة، فإن باستطاعة الزراع خفض الأجور، ورغم الأعداد الكبيرة من العاطلين الموجودين بالفعل في ثامورا، يرسل بعض الزراع شاحنات جمع العمال إلى القرى البعيدة، لأن الفلاحين هناك يرحبون بالعمل مقابل أجر أقل. وفي ثامورا خلال الشهور الأربعة التي تمثل فترة الذروة للعمل في الحقول، يمكنك أن تجد أكثر من 5,000 باحث عن العمل،
محتشدين في الساعة 5:30 صباحا بجوار محطة القطار وفي حراسة عسكريين مسلحين بالبنادق نصف الآلية، ينتظرون مجيء المزارعين أو وسطائهم في الشاحنات. ويأتي أكبر المزارعين لينتقوا بضع مئات من العمال كل مرة، لكن عديدين لا يجدون عملا رغم ذلك، ولا بد لهم من العودة على الأقدام إلى قراهم ليرجعوا في الصباح التالي راجين حظا أفضل. أما أولئك الذين يجري استخدامهم فينالون أقل من الأجر الأدنى القانوني وهو 3 دولارات يوميا. ويصدق هذا خصوصا على النساء والأطفال الذين ينبغي عليهم رغم قانون الأجور المتساوية مقابل العمل المتساوي أن يقنعوا بثلثي الأجور التي تدفع للرجال. ويقول المستخدمون أنهم يفضلون النساء والأطفال لأنهم لا يضطرون إلى الانحناء مسافة كبيرة، لكن هذا المكر قد جمع ثروات كبيرة. ومثلما هو حال الأجراء في صناعة الفاكهة والخضروات بالولايات المتحدة، حيث يفوق ثمن صندوق البرتقال فارغا ثمن قوة العمل اللازمة لملئه، فإن على العائلة أن تجد عملا لكل فرد فيها بما في ذلك الأطفال الصغار حتى يمكنها البقاء. وحين تصل الشاحنات لا يجرؤ أي عامل على السؤال عن الأجر الذي سيدفع لهم، إذ ستكون الإجابة كما يذكر فيدر هي ببساطة: لا يوجد عمل لك. يركب العمال الشاحنة دون أدنى فكرة لا عن المكان الذي سيؤخذون إليه، ولا عن كم سيدفع لهم، ولا عن احتمال أن يعملوا في اليوم التالي. وكما يعبر عن ذلك أحد العمال: لكي لا نجوع فإننا لا نوجه أي أسئلة. والمستخدمون مشهورون باستخدامهم عدة أساليب لزيادة ربحهم من كل عامل، مثل تقليل فترة استراحة الغداء وتشغيل العمال وقتا إضافيا، وسبعة أيام في الأسبوع دون أجر إضافي. وفي كل يوم يتسبب التعرض للمبيدات في حالة قيء وإغماء وصداع حاد وحتى وفاة. أما محاولات التنظيم من أجل ظروف عمل أفضل فكانت تواجه دائما بعنف المستخدمين. وماذا عن مصانع تجهيز وتجميد الفراولة؟ هل تقوم من خلال نقل التكنولوجيا الشهير بتطوير مهارات جديدة وتقديم عمل لائق؟ إن مصانع الفراولة موجهة إلى هدف واحد فقط هو الفراولة. ولما كانت الفراولة تجمع لفترة أقل من نصف العام، فإن المصانع تظل عاطلة من 6 إلى 7 شهور دون أن تستخدم أحدا. ورغم هذا الاستخدام التبديدي للمعدات الرأسمالية، فإن امتلاك مصنع قد يكون مجزيا جدا. إذ يذكر فيذر أن بعض الشركات قد استعادت استثماراتها الرأسمالية خلال عام واحد، وخلال أسابيع الذرة القليلة تستخدم مصانع التجميد في ثامورا ومعظمها برأس مال أمريكي من 10,000 إلى 12,000 امرأة وفتاة، معظمهن بين 14 و25 من العمر. لكن العمل بالنسبة لمعظمهن قصير الأجل جدا، لأن المصانع تعمل بأدنى من طاقتها خلال بداية المحصول ونهايته. ورغم أن تشغيل الأطفال غير مشروع، يقرر فيدر أنه وجد في مصانع يسيطر عليها رأسمال أمريكي نحو 60 طفلا يعملون، والعمل رتيب وظروف العمل بشعة، فعلى العمال أن يظلوا واقفين طوال اليوم رغم أن ذلك خلال موسم الذروة، يعني الوقوف لمدة تصل إلى 18 ساعة يوميا مقابل 40 إلى 50 سنتا بالساعة. وفي بعض المصانع يكسب الملاحظون نقودا إضافية عن طريق بيع الزي الأبيض الإجباري الذي يكلف أجر ما بين 4 إلى 5 أيام. لكن ماذا عن صغار الزراع في الإقليم؟ أليس بإمكانهم على الأقل أن يربحوا من زراعة الفراولة؟ نظريا فقط، فمنذ البداية تنظم التراخيص الحكومية التي تستهدف منع زيادة الإنتاج. من الذي يمكنه أن يزرع؟ وكم من الأفدين يزرعها؟ ولما كانت هناك أموال تكسب، ف
فإن من يملكون نفوذاً سياسياً واقتصادياً يضمنون الحصول على التراخيص. ففي إحدى قرى الإصلاح الزراعي بإقليم أخيدو، حصل 19 عائلة من بين 220 عائلة على التراخيص، وكان لكل واحد من المتلقين علاقة واضحة بالسلطة، ولم يكن أي منهم يعمل فعلاً في الأرض. كذلك فإن مصانع التجهيز طبقاً لبحث فيدر تقلل بدورها من عدد الزراع، إذ تحابي عقود الإنتاج الموردين الكبار مانحة إياهم الأولوية والشروط الأفضل في توزيع المعدات وشراء إنتاجهم. ويستخدم بعض الزراع الكبار نفوذهم ليستولوا بالمعنى الحقيقي على مفاتيح بوابات المياه في شبكة الري، وعندها يكون بإمكانهم استخدام المياه أكثر من الحد القانوني، بينما يترك صغار المنتجين ليتقاتلوا على المياه الباقية التي لا يصلهم منها إلا النزل اليسير. ونجد صغار زراع المقاطعة الذين يزرعون المحاصيل الغذائية أن لديهم مياها تتضاءل باستمرار، وبسبب إغراق حقول الفراولة بالمياه بصورة أساسية، فقد انكمشت فعليا المساحة التي ترويها شبكة الري في ثامورا، إذ تستخدم الفراولة 75% من المياه لري مساحة لا تزيد عما يتراوح بين 20 و30% من المساحة الإجمالية المزروعة. وعلى نقيض الزراعة الأحادية التي تسيطر عليها الشركات الزراعية في ثامورا اليوم، فإن زراعة يسيطر عليها الفلاحون سوف تقوم بشكل طبيعي على تنويع المحاصيل. فتنويع المحاصيل ليس سليما فقط من زاوية البيئة كما ناقشنا في الفصل 13، لكنه كذلك يعني موردا للغذاء والعمل على مدار السنة. وعلاوة على ذلك، فعندما يملك السكان الريفيون فرديا أو جماعيا ويسيطرون على الموارد الزراعية، سيكون من الأرجح أن يستخدموا وقت فراغهم في تحسين الموارد الزراعية، الصرف والري وتسوية الأرض وزرع الأشجار والتخزين وما إلى ذلك. وبالمقابل، فإن أفضل ما يمكن لمعظم السكان الحصول عليه في ثامورا اليوم هو مجرد عمل موسمي بعض الوقت، وينتج عن السيطرة على موارد الوادي الزراعية من قبل صناعة موجهة للتصدير ذات ذروة موسمية محددة وأسواق تصدير غير مستقرة، أعمال موسمية وغير مضمونة في أغلبيتها، وتعامل مع الأرض يبدد إمكانياتها. في ثامورا ينتج نفس النظام مليونيرات ومعدمين، ويساهم في عملية تبديد مذهل للحياة الإنسانية وكذلك للموارد الزراعية، وحتى في قلة استخدام رأس المال المستثمر، وليس ذلك أساسا للتنمية. الإصلاح الزراعي المضاد. يشير الكثير مما عرفناه إلى حقيقة واحدة، أن الناس لابد أن يسيطروا على مواردهم الزراعية إذا كان لهم أن يحرروا أنفسهم من الجوع، إلا أن تلك البرامج التي يفترض فيها أن تعمل على إعادة توزيع للأرض في بلدان مثل البرازيل وكولومبيا وأمريكا الوسطى وإيران الشاه والفلبين، قد استثنت أراضي الشركات الزراعية رغم أنها تكون عادة أفضل الأراضي. والفلبين، وهو بلد به ما يقدر بنحو 3 ملايين فلاح معدم، مثال حديث واضح. فبرامج الإصلاح الزراعي الساحق الذي يقدم أحيانا في وسائل الإعلام باعتباره المبرر وراء تعطيل قانون الطوارئ لكل حقوق الإنسان، قد استثنى تماما 2/3 الأراضي الزراعية في البلاد، لأنها خصصت للإنتاج من أجل السوبر ماركت العالمي. وفي إقليم بوكيندون تحاول ديلمونتي إجبار صغار الملاك الذين يطعمون أنفسهم على تأجير أراضيهم للشركة، وقد أطلق عملاء الشركة المسلحون الماشية وساقوها عبر الحقول المزروعة لمن رفضوا التأجير. وقد وصف قس أمريكي اعتقل لمعاونته الفلاحين على المقاومة اغتصاب ديلمونتي للأراضي قائلا: لقد ساقوا الناس خارج الأرض، والآن
يستخدمون الرش بالطائرات فيؤذون الحيوانات الزراعية ويسببون للناس طفحا جليديا فظيعا. وإيران كذلك مثال مناسب، فهي بلد جسد فيه التطور الزراعي المعدل مع استثمارات الشركات الزراعية عكس الإصلاح الزراعي، وكانت النتائج كارثة للسكان الريفيين وتعد سببا هاما للقلق الاجتماعي الذي اكتسح الشاه من السلطة في فبراير 1979. ففي عام 1962 أعلن شاه إيران إصلاحا زراعيا جوهريا حطم بصورة نهائية السلطة السياسية لكبار ملاك الأرض، لكن شعار الأرض لمن يفلحها طبق حرفيا. فما لم تكن العائلة ميسورة بما يكفي لامتلاك محراث وحيوان جر لا تكون مؤهلة لنيل نصيب من الضياع المقسمة. وفي كل أنحاء إيران بدأ الزراع الذين نالوا أرضا في إنتاج الغداء. ففي إقليم خوزستان المجاور للعراق والخليج كانت إنتاجية الزراع غير عادية، خصوصا مع اعتبار النقص في المساعدات الفنية والري ونسبة الأمية البالغة 98%. وقدمت طرق الفلاحة التقليدية العمل للجميع. كذلك خلال الستينات بدأت الحكومة في إنشاء عدة سدود ضخمة تحت إشراف ديفيد لينينتال الذي صمم لروزفلت هيئة وادي تينسي. ويقع أضخم السدود على نهر الديز في خوزستان، كان يفتح أمام صغار الزراع آفاق ما يزيد على 200,000 فدان من الأرض المروية، وبدأ الأمر مشجعا. ثم عندما أوشك السد على الاكتمال قرر الشاه ومستشاروه من النخبة أن ما تحتاجه خوزستان هو الشركات الزراعية الأجنبية. وحتى الإطاحة بشاه لم يعد الزراع في خوزستان يستطيعون الحديث عن إصلاح زراعي، كما لم يعودوا ينتظرون أن تصل مياه نهر الديز إلى أراضيهم الظامئة. فقد كانت قنوات الري التي حفرت على خمس المساحة الممكنة الري فقط تحمل المياه إلى المزارع التي تديرها شركات مثل هاوايان أنغروميكس ودياموند كاتل كومباني وتشيز مانهاتن وهيئة ترانس وورد أغريكولتشر ديفلوبمنت وبنك أمريكا كيميكال وجون دير وشركائه وشيل وميتشيل كوتس وهاشم نراغي. وهو مهاجر إيراني أصبح من كبار مزارعي كاليفورنيا. وبالنسبة لأغلب هذه الشركات لم تكن خوزستان سوى آخر مشروع من مشروعات المزرعة العالمية، فهاوايان أغرونوميكس على سبيل المثال هي فرع لشركة سيبريور المشهورة في معظم البلدان الأوروبية بسلسلة علاماتها التجارية التي تحمل اسم H&C. حققت عام 1974 ربحا صافيا بلغ 3.8 مليون دولار من العمليات الزراعية في إيران وإندونيسيا وإكوادور وغوادالكانال. وبدلا من أن تصبح خوزستان منطقة العديد من المزارع العائلية الصغيرة التي تستخدم الري الجديد، أصبحت مقاطعة تسيطر عليها وحدات المحاصيل النقدية الكبيرة الحجم من 12,000 إلى 50,000 فدان العالية الميكنة الكثيفة الرأسمال. ودفع نحو 17,000 إيراني إلى الخروج من أراضيهم، وتفاخرت هاوايان أنغروميكس بأن الأرض الجرداء لمدة 23 قرنا تنتج الآن الغداء وتربي الماشية. ولكن أغفلت حقيقة أن الفلاحين كانوا ينتجون الغداء هناك قبل مجيء الشركات الزراعية، والأهم من ذلك أن شبكة الري الضخمة التي أنشئت على حساب الإنفاق العام قبل دخول الشركات الزراعية هي التي جعلت الأرض الظامئة منتجة. وكما لاحظ أحد مديري الشركات الزراعية أنهم يطورون المياه أولا ونأتي نحن لنزرعها، إنه ترتيب شديد الإغراء.
لكن كيف كان حال سكان خوزستان الريفية؟ أغلبهم معدومون وعاطلون، ولم يجد بعضهم خيارا سوى الهروب إلى الأحياء الحضرية البائسة المكتظة. فعلا كان يسعدهم أن يزرعوا، وكانوا يملكون أرضا، فمهاراتهم هي مهارات صغار زراع الأرز، لكن الحكومة لم تدربهم حتى للمهن المتوسطة المهارة مثل مهن عمال البناء وسائقي الشاحنات والميكانيكيين في الازدهار الاقتصادي الترفي بإيران. وبينما قفزت البطالة من المدن، كانت الحكومة تستورد العمال 80,000 من كوريا الجنوبية وباكستانيين بلا عدد لمثل هذه الأعمال. ولا عجب أن كان كثيرون من الإيرانيين مستعدين للمخاطرة بكل شيء في مظاهرات دامت عاما قبل الإطاحة بالشاه. الذرة الحلوة. بالطبع ليست كل مشروعات الشركات الزراعية التعاقدية موجهة للتصدير، ففي نزوة حول الجوع في العالم في سبتمبر 1975 عرضت شركة سي بي سي انترناشونال تاريخ استثماراتها في باكستان لتبين الإسهام الإيجابي الذي يمكن أن تقدمه شركة أجنبية للزاد الغذائي من بلد من البلدان. وسي بي سي انترناشونال المعروفة للأمريكيين بمنتجات فطائر توماس الإنجليزية وزبدة الفول السوداني سيكبي وزيت الذرة مازولا ليست قادما جديدا في البلدان المتخلفة، ومن ثم يمكن اتخاذها مثالا له، مغزاه لما يمكن أن تقدمه الشركات الزراعية. هناك طريقتان لقراءة الدراسة الميدانية التي قدمتها سي بي سي. فالصيغة التي تستهدف إبراز الانتصار على الجوع تمضي كما يلي تقريبا. في عام 1962 اشترت سي بي سي انترناشونال حق السيطرة على شركة رافهان لمنتجات الذرة، وهي أكبر شركات طحن وتجهيز الذرة في باكستان. وعند أواخر الستينات كانت رافهان قد توسعت بقروض من وكالة التنمية الدولية الأمريكية AID والحكومة الباكستانية، لكن مطاحنها كانت لا تزال عاجزة عن الحصول على ما يكفي من الذرة. وهكذا في يناير عام 1970 بدأت رافهان برنامج تطوير الذرة، وقررت سي بي سي استخدام الخبرة الزراعية لشركاتها، وجلبت من الولايات المتحدة فرعها شركة فانك للبذور لتستنبط شتلة عالية المحصول. ولاحظت سي بي سي أن لديها أناسا يملكون الخبرة، ووضعت رافهان نظام عقود مع كبار الزراع تمدهم الشركة بمقتضاه بالبذور المناسبة والمبيدات والأسمدة بقروض تخصهم عند الحصاد من سعر العقد. وجنى الزراع المتعاقدون محصولا متوسطا يفوق المتوسط القومي. كذلك بنت رافهان تسهيلات حديثة لفرط الحبوب وتجفيفها وتخزينها. وبلغ من نجاح رافهان أن قررت التوسع في مصنع التجهيز. يبدو ذلك أمرا حسنا، لكن لنقرأه قراءة ثانية فاحصة. لماذا لم تكن سي بي سي تحصل على ما يكفي لمطاحنها من الذرة؟ طبقا لما ذكرته الشركة، فإنه في باكستان كانت الذرة تاريخيا هي المحصول الغذائي الذي يستهلكه المحرومون، هكذا في البلد وفي القوى، لأنها كانت متاحة بوفرة طول الوقت تقريبا نحو 6 أشهر في السنة، وكان سعرها أقل من الحبوب الغذائية البديلة القمح والأرز. كذلك كانت الذرة تستخدم في المقايضة من جانب الزراع في المناطق القروية. وفور قدوم سي بي سي في الستينات ارتفعت أسعار الذرة، وزاد بعض الزراع الميسورين إجمالي إنتاج الذرة. ورغم ذلك وطبقا لما تذكره الشركة، فإن كمية الذرة المتوفرة لمعامل التجهيز لم تزد إلا بزيادة ضئيلة. وترى الشركة لذلك أسبابا ثلاثة. أولا أن الزراع كانوا يأكلون الكثير جدا من ذرتهم، أو كانوا يقايضون به على غذاء آخر. وثانيا نظرا إلى أن أعداد الفقراء ازدادت بسرعة، فإنهم فيما بينهم كانوا يستهلكون كميات متزايدة من الذرة في غذائهم. وثالثا أن صناعة الدواجن المتنامية كانت تتنافس على كميات الذرة. ومن أجل ضمان كميات الذرة التي تحتاجها
أدخلت رافهان نظام عقود غير تماما من تركيبة إنتاج الذرة، فلم تعد الذرة محصول كفاف للزارع الصغير. وتلاحظ سي بي سي أن الذرة كانت تزرع على مساحات صغيرة جدا لا تزيد عن 5 أفدنة لكل زارع، والآن تزرع في حقول أكبر. أما بالنسبة لتخزين المحصول فإن سي بي سي تقرر كان هناك أسلوبان بديلان، أحدهما أن يبني الزارع مخازن ذرة ضيقة يمكن أن يمر فيها الهواء بين كيزان الذرة مانعا التعفن لحين يريد الزارع البيع التشديد لنا، إلا أن رافهان اختارت البديل الآخر، شراء الذرة من الزارع وقت الحصاد وتجفيفه في مجففات آلية وتخزينه في صوامع الشركة. لماذا؟ لما تقوله سيبيس، فإن بديل مساعدة الزراع على الحصول على مخازن ذرتهم وامتلاكها له نقطة ضعف. أولاً، أن رافهان تحتاج الذرة وليس القوالح، ولأن معدات فرط الذرة التي يملكها المزارع أو تملكها القرية الصغيرة بطيئة وغير كفأة. وثانياً، لأن الزراع حين يخزنون الذرة في مخازنهم الخاصة يظل هناك دائما احتمال في أن يترك العائلة أو الأصدقاء يستهلكونه، أو ربما باعه الزراع أو قايضوا به مع شخص آخر. ولكن رافهان لابد أن تحصل على الذرة، وهنا تلاحظ سي بي سي ميزة إضافية للشركة، ألا وهي أنها بالشراء عند الحصاد بدلا من الشراء حين يريد الزراع البيع، فإنه من الأرجح أن تحصل الشركة على المزيد وبسعر أرخص، حيث أن كميات الحصاد الكبيرة تخفض السعر. لقد دخلت زراعة الذرة المحسنة لباكستان، فالذرة التي كانت فيما مضى محصول الكفاف تزرع الآن بواسطة كبار الزراع باعتبارهم مجرد حلقة واحدة في عملية تسيطر عليها من البذرة حتى المخزن، شركة رافهان التابعة لسي بي سي. ذلك كله من أجل ماذا؟ من أجل صنع سكر الذرة كبديل للسكر في السوق السريعة النمو للمشروبات الغازية وغيرها من الوجبات الخفيفة بين الطبقات الميسورة في باكستان. وإذن فإن الشركات الأجنبية في زراعة بلد متخلف ليست عونا للجياع أو المعدمين أو الزراع الصغار، بل إن الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه والموارد البشرية ومبالغ طائلة من الأموال يجري إنفاقها على جني الأرباح للهيئات وللقلة من شرائها المحليين، ولا يستفيد الجياع، فليسوا هم من يأكلون الغداء إذا كان ما يزرع حقا هو الغداء، وليسوا هم من يبيعون المنتجات وأجورهم لابد أن تظل بائسة إذا كان للإنتاج أن يتنافس في السوبر ماركت العالمي، ووظائفهم القليلة نسبيا والموسمية بالمقارنة مع البدائل الممكنة غير مضمونة بصورة أساسية، والأغذية التي كانت رخيصة نسبية تصبح تجارية بأسعار لا يمكن أن يقدمها سوى الشبعانين في العالم. وأكثر من هذا، تعكس الشركات الزراعية تجاه الإصلاح الزراعي وتحكم عليه بإهلاك. وطالما اختارت نخبة بلد ما أن تجعل من الشركات الزراعية محرك التنمية، فلا بد للحكومة أن تعول الشركات الزراعية، إذ تحرم الحكومة بصورة متزايدة من القدرة على التخطيط الاجتماعي والاقتصادي المستقل، ويصبح من المستحيل تمييز مصلحة الدولة عن مصالح الشركات الزراعية المتعددة الجنسية فوق أراضيها، والحوافز المالية تؤدي إلى المزيد من الحوافز المالية، وهناك التهديد الدائم للشركات بسحب أموالها أو التحول إلى موارد بلد آخر. إن الشركات الزراعية المتعددة الجنسية التي تبني دائما ميراثا استعماريا ما هي إلا اسم آخر لزراعة تصدير تسيطر عليها النخبة. من أهم أسباب تدويل الشركة المتعددة الجنسية زيادة فائدتها في العالم النامي في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ودورها في عملية التنمية
يصبح أشد وضوحاً كل يوم بينما نشهد حدود الحكومات المحلية ومعوقاتها. فحتى لو كانت الحكومات المحلية قوية والدعم المقدم لها وفيراً، فالحقيقة هي أن التعقيدات الهائلة لعملية التنمية تتطلب قدرات وصفات تعد طبيعية بالنسبة للشركة متعددة الجنسية بقدر ما هي غير طبيعية للحكومة. هيربرت سي كورنوبل، التقرير السنوي لليونايتد فروت كومباني، 1968، بوسطن. إننا نجد أنفسنا في العمل المناسب في الوقت المناسب، فالزراعة وصناعة الغداء ستنال الأولوية المطلقة في عالم يعاني من النقص، وسوف تخلق زيادات السكان والدخل طلبا غير مسبوق. سيكون الغداء صناعة النمو على الأقل طوال بقية القرن. إدارة هاينز، 1975. كنت أجلس مائدة بجوار حوض السباحة في فندق بيلتمور في غواتيمالا سيتي وأكتب نصيبي من أحاديث اليوم، حين أدركت أن 6 رجال على المائدة المجاورة كانوا يناقشون مشروعات التنمية من أجل غواتيمالا. وحين ذهبت بعدها وقدمت لهم نفسي، علمت أن مستشار المجموعة كان المدير التنفيذي السابق لمؤسسة أقر كفاءتها في تقديم المساعدة الخارجية للرؤساء كينيدي وجونسون ونيكسون. كان 2 من الرجال في المجموعة من رجال الأعمال الأثرياء من شمال ولاية نيويورك، قررا بسخاء الإسهام بالمال وبالوقت لإقامة مشروعهما للمساعدة على إطعام الناس على الأقل في بلد واحد جائع. إن إخلاص رجال المجموعة وحسن نيتهم المسيحية نموذجيا كذلك، وأنا أرجو ألا تفسر المحادثة التي دارت بينهم على أنها كاريكاتير يسخر من سذاجتهم. على العكس، فقد كانت دوافعهم لهذا العمل قوية جدا. ما هي المحاصيل التي يزرعونها هنا؟ لا أدري، لكن يمكننا سؤال وكالة التنمية الدولية أو وزارة الزراعة الأمريكية. إن العالم سيموت جوعا عام 1976، ولذلك فليس أمامنا وقت طويل. وكم لدينا من الوقت؟ عامان لنعمل على هذا الأساس. ما معنى هذا أن يكون لدينا برنامج عاجل؟ كيف يزرعون الذرة؟ هل زرع أحدكم الذرة؟ صمت. اللعنة، وزارة الزراعة يمكن أن تخبرنا بذلك. ما نحن بحاجة إلى معرفته هو كيف نغير النظام هنا، فسوف يكون الأمر جنونا. تقصد أننا لن نملك عقدا لعمل ذلك بعد؟ كيف نحصل على عقد؟ هذا ما نتحدث عنه الآن. علينا أن نملك خطة أولا. حسنا، هذا ما نحتاجه، عقد وخطة. أعتقد أن الخطة تأتي أولا. هؤلاء الناس الغواتيماليون لا يعرفون حتى كيف يستخدمون مفكا. لا يمكنك أن تتصور السهولة التي يمكن بها مضاعفة إنتاجهم الغذائي لو أقنعتهم بقبول أفكارنا. أية أفكار تقصد؟ الآلات الحديثة، أنت تعلم، هذا ما يحتاجونه. تمام، فكر فيما يمكن أن يفعله جرار هنا. ما رأيك في الفراولة؟ إنهم يستخدمون الكثير من الفراولة في الولايات المتحدة. هذه فكرة عظيمة. الفراولة تنمو 10 أشهر في السنة. كل ما عليك هو غرسها وزراعتها. لا أدري لماذا لا يزرعونها هنا. أنا شخصيا أعتقد أن فكرة جوز الهند تستحق البحث. بالطبع لا يمكنك استخدامها كلها، لكن ما رأيك في نحو 15 أو 20 مليون جوزة؟ لابد من سوق لكل هذه الكمية. لماذا لا ندخل في أعماق الماشية أو نربي الخنازير؟ يمكننا إطعام الخنازير بجوز الهند. نجعل السكان المحليين يجمعون جوز الهند لإطعام الخنازير. بادوك، لا ندري كيف. الصفحة من 61 إلى 64. الفصل 24، تغيير الوجبات التقليدية. إن وجبة الفول والذرة في أمريكا اللاتينية والعدس والأرز في الهند وفول الصويا والأرز في الصين تبدو لمعظمنا في الغرب نشوية وقليلة التغذية، ولكنها ليست كذلك في الحقيقة. فقد تطورت هذه الوجبات لأنها تصلح، وهذه الخلطات بارعة جدا
في الحقيقة كوجبات غذائية أساسية. ففي كل حالة يعطي الصنفان من البروتين المفيد بيولوجياً أكثر مما لو تم تناول كل واحد منهما على حدة. ومن ثم فعندما نبحث مشكلة الجوع في العالم لابد أن نتذكر دائماً أن الوجبة التقليدية مناسبة حين يمكنك الحصول على ما يكفي منها. فالمشكلة ليست هي النوعية في العادة، المشكلة في الكمية. فيما إذا تفكر شركات الغداء من أجل تحسين غداء الفقراء؟ منذ سنوات قليلة مضت كان ارتباط الشركات الأجنبية بتجهيز الغداء في الدول المتخلفة غير ملحوظ، إذ مع الأسواق المزدهرة في الوطن وقلة أسواق المستهلكين المدينية في البلدان المتخلفة لم يكن هناك سبب للقلق. لكن وفجأة بدأت شركات تجهيز الغداء المتعددة الجنسية باتخاذ موقف آخر. فالشريحة العليا من السكان في البلدان المتخلفة التي تتألف مما يتراوح بين 15 و20% تشكل طبقة مستهلكة صاعدة، لكن تفتقر إلى الخدم الذين كانوا يجعلون الأغذية السريعة غير ضرورية. وفي نفس الوقت أصبحت السوق في الدول الصناعية مشبعاً أمام الأصناف السريعة العالية التجهيز الأكثر كلفة. ففي عام 1973 تضمن مقال في مجلة بيزنس ويك بعنوان الهلاك جوعاً من أجل الربح، دراسة تشير إلى أن شركات تجهيز الغداء في الولايات المتحدة قد حققت أقل معدل سنوي لنمو المبيعات المحلية، أي 5% بين كل الصناعات موضوع الدراسة. وكان كل دولار جديد يستثمر في الدعاية لجعلك تشتري هذا الغداء السريع المثير أو ذاك يحقق نتائج تسويقية أقل فأقل. كان النمو السكاني قد انخفض، ولم يكن من المحتمل أن تستهلك الطبقات الوسطى في الدول الصناعية أكثر من استهلاكها عندئذ، والذي يتراوح بين 1700 إلى 2000 رطل من الحبوب للفرد سنويا. لكن ربما كان النذير الأسوأ بالنسبة إلى شركات تجهيز الغداء طبقا لرأي جوزيف وينسكي من آل وول ستريت جورنال، هي أنه بعد سنوات من البحث عما هو سريع وسهل يعود الأمريكيون إلى الأساسيات في استهلاكهم الغذائي. ومع المزيد من سلال الساندويتش للغداء والمزيد من زراعة الخضر في الحديقة وتعبئتها والمزيد من الخبز والطهي المنزليين من الصفر أخذت تتدهور مبيعات الغداء السريع. وطبقا لأحد التقديرات انخفضت الوحدات المباعة من الغداء المعلب بنسبة تتراوح بين 25% و60% حسب نوعها. وقررت سلسلة السوبر ماركت ضخمة أن حجم الغداء الجاهز المجمد فيها قد انخفض بنسبة 16% في عام واحد فقط. وحسب تعليق رئيسها رونالد بريكنز، فإن مستهلكي اليوم يرحبون بصناعته بأنفسهم. والأكثر تثبيطاً لهمة مديري تجهيز الغداء هو أن دراساتهم تبين أن الانخفاض في الأغذية السريعة العالية الربح ليس مجرد مرحلة عابرة تعزى إلى الكساد. فقد كشفت دراسة في مجلة بيتر هومز أن 63% ممن أجابوا على استجوابها وافقوا على مقولة أنهم كانوا يجرون تغييرات هامة ودائمة على طريقة شرائهم وعلى الأغذية التي يأكلونها بانتظام. لكن بريطانيا لم تشهد بعد حركة للابتعاد عن الأغذية السريعة، بل على العكس تماما في معظم الحالات. فعديد من كبرى شركات منتجات الألبان مثل نيسلي ويونيليفر تبتعد عن مجال اللبن السائل ومنتجات الألبان شبه المجهزة إلى سوق الأغذية السريعة العالية التجهيز والمربحة. وأكثر من 60% من الإنفاق الغذائي في المملكة المتحدة الآن يذهب إلى الأغذية الجاهزة، وما بين 35 إلى 40%
من تجارة البقالة في المملكة المتحدة، تسيطر عليه تيسكو وآلايت سبلايز وفاين فير وساينت بوريز وكو أب. في هذه الناحية تقود بريطانيا المجال الأوروبي، فقطاع الغذاء المجمد في المملكة المتحدة على سبيل المثال أكبر من نظيره الفرنسي بمقدار 16 مرة، لكن اتجاها للعودة إلى الطبيعة واضح جدا في بعض المجالات، فاستهلاك الخبز من المخابز الحديثة الضخمة مثلا يتراجع بانتظام رغم ميزانية الدعاية السنوية البالغة 4 مليون جنيه استرليني، والتي تقوم بها شركة خبز عملاقتان هما رانكهوفيز ماكدوغل وأسوشيتد بريتش فودز، إذ يعيد المستهلكون اكتشاف متعة الخبز الطازج الأسمر الجاف من خلال مطابخ الخبز الساخن والمخابز في السوبر ماركت ومن خلال الخبز المنزلي. وربما كان أشمل تكامل حدث لمنتج غذائي هو ما قامت به ثلاث شركات عملاقة للدقيق والخبز رانكهوفير ماكدوغل وسبيلرز وأسوشيتد بريتش فودز، عادت إلى الوراء عبر السلسلة الغذائية لتسيطر على موردين زراعيين كبار ومن خلال شركات العقارات لتملك أراض. وفي طرف المستهلك من السلسلة الغذائية تملك هذه الشركات موردي أغذية وتجار جملة ومطاعم ومتاجر وسوبر ماركت فاين فير مثلا، وهي تنتج سلعا أخرى كثيرة على أرفف السوبر ماركت مثل أغذية التسلية والشاي والملح والبسكويت والرقائق والكعك والعجائن والبيض وفطائر اللحم، وتستخدم نواتج الطحن الثانوية وكأساس لقطاع ضخم من علف الحيوانات الذي يؤدي بدوره إلى أعمال تجارية ضخمة في ميدان اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان. ولا نجد في أي مكان آخر مثل هذا المثال المنطقي والشامل لتكامل الشركات، رغم أن شركات الغذاء الأخرى قد توسعت بطرقها الخاصة التي لا تقل عن ذلك إثارة للاهتمام. فمن كان يظن أن نيسلي رجال القهوة تنتج أيضا أغذية فاندوس المجمدة ومخللات برانستون واللبن ماركة إيديال والحلوى وصبرا التشكيلة الواسعة لأدوات تجميل أوريال. ويأتي التنوع الأكثر مدعاة للدهشة من بوكر ماكونيل، شركة الغذاء الصحي الضخمة، فمنتجاتها الفرعية هي السكر والمشروبات الروحية وخصوصا الروم. لا شك أن أغلب زبنائها للغذاء الصحي يتجهمون لذلك، وتضم قائمة فروع بوكر كذلك صيدليات لمن لم يشفهم الغذاء الصحي وخطوطا ملاحية، وهل تصدق أغلبية في أسهم حقوق الطبع لاغاتا كريستي وهارولد بينتر وأيان فليمينغ. إلا أن الجائزة الأولى في التنوع لابد أن تكون من نصيب جراند متروبوليتان، فبالإضافة إلى ملكية منتجات ألبان إكسبريس وهي ثاني أكبر شركة للبن ومنتجات الألبان في بريطانيا، تملك كذلك 55 فندقا في أنحاء أوروبا و500 مطعما وعشرة آلاف بار وحقوق علامات تجارية لشركات ويتني مان وترومان وبيتر دومينيك وفنادق آنز وراديو بينغو لجزيرة مان ومكة إمباير ولينشون فاوتشارز واتحاد البوكر العالمي وحديقة ملاهي وعقود توريد غذاء صناعية تضم أبراج بترول بحر الشمال وبرنامج الوجبات المدرسية في المملكة العربية وثمان كازينوهات بما في ذلك ويسكي جي أند بي ومطاعم تشيكن أندز وخدمات نظافة أولمبي وحقوق توزيع لكوكاكولا في المملكة المتحدة وبطولات الرقصة العالمية وحقوق توزيع بيرة كارلسبرغ ليجر وهولستين وبيلز. وقبل كل ذلك يأتي تنوع اهتمامات مديري الشركات، فالرئيس السابق هو المدير الحالي لإمبراطورية بوكر ماكونيل التي تربح
587 مليون جنيه استرليني سنويا. هو السير جورج بيشوب الذي يتصادف أنه أيضا رئيس شركة الرهونات الزراعية وعضو في مجلس إدارة بنك باركليز وباركليز انترناشيونال ورانك هوفيز ماكدوغل. ولنختم القائمة، فإنه أيضا رئيس معهد التنمية وراء البحار. إنه لعالم صغير عندما تكون في القمة. وبالنسبة لمدير شركة غذائية على نطاق العالم، لا ينبغي النظر إلى البلدان المتخلفة من حيث عدد سكانها ناهيك عن عدد سيئي التغذية، فالبلدان هي أسواق. أما بيتر دروكر الذي يؤدي بإنتاجه الغزير دور الواعد الديني بالنسبة إلى الشركات الكبرى، فينصح المديرين أن لا يؤثر فيهم فقر الهند الواضح، بل أن يظل في أذهانهم أنه في قلب الكتلة الهائلة من الفقر التي هي الهند. هناك اقتصاد حديث ضخم يضم 10% من سكان الهند أو 500 مليون يمكنهم الاستهلاك على نفس مستوى معظم الأمريكيين والأوروبيين الغربيين. وحين ناقشنا مستقبل نابيسكو في العالم المتخلف مع لي بيكمور كبير مديري الشركة، أخبرنا بحماسته لنتائج الاستطلاعات الأولية التي تشير إلى أن البرازيل يمكن أن تعني 20 مليونا من مادغي ليبان ريدز المحتملين، حتى لو كان حوالي نصف سكانها البالغين 100 مليون نسمة فقراء إلى حد أنهم لا يتعاملون بالنقود مطلقا. وفي المكسيك التي تعد واحدا من أكبر الأسواق وأكثرها ديناميكية بالنسبة لشركات تجهيز الغذاء، يملك أقل من ثلث السكان ما يتيح له شراء نوع من الغذاء المعلب بالمقارنة مع 90% في الولايات المتحدة. أما أندري فان دام الذي يخطط الاستراتيجيات لمايونيزا هليمان وزبدة الفول السوداني سكايبي ومكعبات شوربة كنور وغيرها من منتجات سي بي سي للتغلغل في أسواق أمريكا اللاتينية، فيدرك جيدا أن نسبة كبيرة من السكان تقع خارج شبكة صناعته، لكن هذا لا يفوت في عضده. فمع وجود هذا التعداد الضخم من السكان، تثير فان دام الأرقام المطلقة لمن يمكن تحويلهم إلى زبائن. وهكذا ففي خطاب ألقاه عام 1975 على مسامع كبار المديرين لشركات الغذاء في أمريكا اللاتينية، قدر الزبائن المحتملين خلال 10 سنوات: سيكون سكان أمريكا اللاتينية 444 مليونا من بين هذا العدد، سيكون الخمس قادرين من خلال قدرتهم الاقتصادية على شراء كل المنتجات التي يصنعها حاليا كل الصناعيين هنا تقريبا، بينما سيكون نحو ثلثهم قادرين على شراء بعض هذه المنتجات بصفة غير منتظمة. أما بقية السكان البالغين نحو نصف المجموع الكلي فليسوا زبائن إلا لأكثر المنتجات بساطة وأساسية، وربما ظلوا على مستوى الكفاف أن السوق المحتملة تختلف من بلد لآخر ومن منتج إلى آخر، لكن من يملكون رؤية للقارة بمجموعها يدركون أن السوق المحتملة عام 1985 في أمريكا اللاتينية ستتضاعف بالمقارنة بما هي عليه اليوم. لا شك أن المستر فان دام كان يود أن يقلق بشأن الجياع، لكن مع رؤية للقارة ذات 89 مليون أمريكي لاتيني ميسورين ومستعدين للشراء، لا يسعه القلق بشأن أولئك 208 مليون الذين يبلغ من بؤس فقرهم ألا يتمكنوا أبدا من شراء زجاجة من مايونيز هليمان أو من زبدة الفول السوداني سكايبي. وقد تغنت الفاينانشال تايمز بالأسواق المفتوحة أمام الأغذية نصف الجاهزة في أفريقيا، ووصفت نوع العملية المطروحة قائلة أن يونيليفر إكسورت ترتاد أسواقا جديدة للآيس كريم
والسجق والأغذية المجمدة البريطانية الصنع في المناطق النائية في سيراليون وليبيريا. ومن الممكن في الموقف الحالي إقامة ثلاجات تجميد حافظة في مجلات تجزئة في القرى تزودها الشاحنات من كميات مثلجة يجري شحنها بالسفن من ليفربول أو لندن. وهناك تطور آخر لسوق الأغذية المجمدة يتضمن شحنات تصل إلى ميناء ماتادي في زائير، وقد أجريت الترتيبات لإرسال منتجات بيردزاي وولز في حاويات عبر سفن منتظمة إلى إنتويريب، ويتم شحن الحاويات إلى ماتادي ثم تنتقل بالسكة الحديدية لمسافة 400 كيلومتر في قلب البلاد إلى كينشاسا. عندئذ يجري توزيع البضائع إلى المناطق الأخرى بواسطة حاويات عازلة تنقل بالطائرات. في وطنهم خارج الوطن، هل تجلب الشركات الغذائية نظاما غذائيا أفضل خارج الوطن؟ إن الشركات مثل الأفراد تتصرف خارج الوطن بنفس الطريقة تقريبا التي تتصرف بها في الوطن، ولو كان هناك أي اختلاف فخارج الوطن تقل القيود والموانع، ففي الوطن لم تصبح الشركات عملاقة بتقديم منتج أفضل وكفاءة أكبر، بل بكلمة مزدوجة من الاستيلاء المحلي على الأسواق والخبرة الإعلانية. وهذه بالضبط هي كيفية توسع شركات الغذاء المتعددة الجنسية في أرجاء العالم المتخلف. وبدلا من البدء من الصفر، تكسب شركات الغذاء موطئ قدم أولى بشراء شركة محلية تعمل على الأقل في أحد خطوط الإنتاج المماثلة. فقد استولت نابيسكو على شركات بسكويت وقراقيش محلية في بلدان مثل فنزويلا والمكسيك والعراق والبرازيل والنيكاراغوا وبورتوريكو، واستولت وولز فرع يونيليفر للآيس كريم والسجق على شركة آيس كريم إلدورادو عام 1968، وعلى سول إز أي إس وهي شركة تصنيع دنماركية عام 1971، وعلى هيوز بروزرز للآيس كريم في إيرلندا عام 1973، وعلى الناسا وبير شركة آيس كريم برازيلية عام 1974. أما بيبسيكو الضخمة في سوق الوجبات الخفيفة بالولايات المتحدة منذ ضمنها لشركة فريتولاي، فقد استولت على شركة مخابز فنزويلية محرمة، واشترت بوردن أكبر شركة لصناعة العجائن في البرازيل. وفي عام 1966 قامت غريس وهي شركة عملاقة قاعدتها التاريخية تقوم على الجوانو وهو سماد من زبل الطيور والشحن البحري في أمريكا اللاتينية بشراء شركة أليمنتوكس كورن في غواتيمالا. وطورتها غريس إلى خط للغذاء المجمد، ومع عام 1969 كانت غريس تزعم أنها تسيطر على 60% من سوق أمريكا الوسطى للأغذية المجهزة المعبأة بمبيعات تنمو بمعدل 70% سنويا. أما جنرال فودز فهي من نجوم عمليات الضم، وقد تأمل الرئيس السابق لها في الدروس المستفادة من خبرة الشركة فقال: مع التقدم السريع الذي حققناه في إنجلترا من خلال ضم ألفريد بيردن ساندز، استنتجنا أننا يجب أن نبحث قدر الإمكان عن شركة عاملة ذات إدارة تعرف البلد والمهنة والتسهيلات المصرفية والحكومات والناس. ولاحظ أن البدء من الصفر في ألمانيا قد أثبت أنه تجربة صعبة. هكذا كان السؤال هو أين ما زال يمكن إجراء عمليات استيلاء؟ حين تطلعنا حولنا وجدنا أوروبا ممشطة تماما، إلا أن أمريكا اللاتينية تقدم آفاقا ممتازة. انتهى كلامه. وفي 1956 ضمت جنرال فودز شركة لا إنديا وهي أكبر صانع شوكولاتة
وأشهر صانع للأغذية البحرية في فنزويلا. وفي عام 1960 استولت على كيبون أكبر صانع للآيس كريم في البرازيل، ومنحت عمليات الضم الأخرى جنرال فودز ثلثي سوق اللبان في البرازيل. وكانت جنرال فودز قد طوقت السوق في أوروبا جيدا من خلال عمليات الاستيلاء هناك، هوليود ومايل لايف. وفي المكسيك ضمت جنرال فودز في الستينات عدة شركات لصناعة البن والشوربة. وللتوسع من خلال الضم مزاياه، إذ تقلل النفقات الأولية إلى الحد الأدنى، وعلاوة على ذلك تشترط جنرال فودز على كل فرع جديد أن يمول نفسه من خلال الأرباح المقتطعة والقروض المحلية. وبمثل هذه الاستراتيجية القليلة التكاليف بالنسبة للمركز الرئيسي، تستطيع شركة غذائية ضخمة أن تدخل بضعة أسواق قومية في نفس الوقت تقريبا. كذلك فإن هناك ميزة سياسية، فالفرع الجديد يمكن أن يكون واجهة متواضعة لشركة أجنبية متعددة الجنسية لا تثير الاحتجاجات الوطنية للمستهلكين المحليين، بينما تكون واثقة من تأمين الاستثمار من جانب الحكومة الأمريكية أو البريطانية ومن دعمهما الدبلوماسي إذا لزم الأمر. ما الذي تقدمه الشركات الزراعية؟ إن شركات الغذاء التي تتوسع وراء البحار هي تلك التي تتركز عملياتها الغربية في المنتجات كثيفة الدعاية. وفي استثمار هذه الشركات في الخارج، كانت تسعى إلى الأغذية السريعة الأسرع نموا، حيث تكون الدعاية وليس خفض السعر هي أداة المنافسة. هكذا تنال البلدان المتخلفة أسوأ ما لدينا وليس أفضله. إنها تنال تلك الشركات الأقل استعدادا لتلبية احتياجات حقيقية أو لأن تكون نموذجا مفيدا. والبلدان المتخلفة ليست سوى آخر الأسواق التي فتحتها تلك الشركات التي جعلت الأسواق ضخمة وصارت ضخمة لأنها حققت صيغة من هوامش الربح الكبيرة وأقصى تجهيز ممكن والدعاية. فهل هذا ما نحتاجه نحن أو تحتاجه البلدان المتخلفة؟ إن 92% على الأقل من تكاليف البحث والتطوير لهذه الشركات الغذائية الضخمة يخصص لتطوير الوصفات السريعة ومزاج المستهلك، أو ما تسميه المؤسسة الوطنية للعلوم بحوث الدوافع وترويج المنتج. وأغذية الوصفات السريعة الخفيفة تعني الأغذية المغسولة سلفا والمقشرة سلفا والمطهية سلفا والمسحوقة سلفا والمخلوطة سلفا. تكاد تكون الأغذية المأكولة سلفا. ولنأخذ مثالا البطاطس العادية، وهي غذاء أساسي في الوجبات الإنسانية منذ قرون، وليس لمجرد أنها تملأ بطنك، إذ أنها تحتوي فعلا على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والبروتين، حتى أنه بإمكانك أن تعيش عمليا على البطاطس وحدها. ينطبق هذا على البطاطس كما يأتي من الأرض، طعام رخيص مغذ يمكنك تناوله مقابل سنتات للرطل. إلا أنه كلما زادت درجة تجهيز البطاطس ارتفع ثمنها وانخفضت قيمتها الغذائية، أي أنك تحصل على المزيد من الدهون والمواد الكيميائية لكل وحدة من البطاطس الحقيقية. وسعر بيع البطاطس في المملكة المتحدة هو 8 إلى 10 بنسات للرطل سنة 1979، وحين تكون مجففة ومحولة إلى مسحوق مثل السماش الذي تنتجه كادبوري، يعادل سعرها نحو 24 بنسا للرطل. وبوصفها شرائح مقطعة جافة كالتي تنتجها بيرز آي يونيليفر، يصل ثمنها إلى 53 بنسا للرطل. أما رقائق البطاطس العادية فتبلغ نحو 1.30 جنيها للرطل. أما الفائز بأكثر من 2 جنيه استرليني للرطل فهي الوجبة الخفيفة الجديدة كالتي تنتجها فرازل سميث، وهي رقائق ذات شكل خاص مصنوعة من البطاطس المجففة التي يعاد تشكيلها،
وكل خطوة تجهيز تقدم فرصة جديدة للربح. بالطبع فإن البطاطس هي مجرد مثال واحد لغذاء أساسي رخيص قليل الربح تحول إلى غذاء باهظ عالي الربح وحديث. ويتم جني أرباح طائلة في صناعة الغذاء البريطانية عن طريق تحكم شركتين أو ثلاثة في سوق التجزئة لإنتاج معين. ففي صناعة الحلوى تقتسم ثلاث شركات هي كادبوري شيبس ورونتري ماكنتوش ومارس 80% من المبيعات، وتملك شركتان هما وولز يونيليفر وليونز احتكارا فعليا لسوق الايس كريم. وبالمثل فان فاندوس نيسلي وبيرز اي يونيليفر تسيطر على الاغذية المجمدة في المملكة المتحدة، وتبيع تيت ولايل وبريتش شوغر 85% من سكر البلاد، ويأتي أكثر من 60% من القهوة التي تشربها المملكة المتحدة من ماكسويل هاوس، جنرال فودز ونيسلي. وكما لاحظ الباحث الغذائي البريطاني كريس واردل، فإنه في كل مجال رئيسي لإنتاج غذائي تمثل شركة أو اثنتان وأحيانا ثلاث شركات النصيب الأكبر من مبيعات التجزئة. وفي حالة الزبد الصناعي قد يعتقد المستهلكون في المملكة المتحدة أن أمامهم خمسة أصناف مختلفة يختارون من بينها بلوباند وستورك وسمر كاونتي واكو وأمبريال، فكم منهم يعرفون أن كل هذه الأصناف تصنعها شركة واحدة يونيليفر تصل مبيعاتها إلى 70% من سوق التجزئة. والخطر الكامن في سيطرة عدد محدود من الشركات على مجال ناتج معين هو أن أهداف الكفاءة والمساواة سوف تتأثر، فنقص المنافسة يمكن أن يشجع عدم الكفاءة، كذلك يمكن أن يغري الشركات في مجال ناتج معين على التواطؤ بطريقة تتعارض مع مصلحة الجمهور. ومؤخرا فإن انكشاف أن شركات الخبز الثلاث الكبرى التي تتحكم في 70% من سوق المملكة المتحدة الذي يبلغ 450 مليون جنيه استرليني أصبحت شركتين فقط عام 1978 ملحوظة المحرر، أجرت فيما بينها 77 عملية تقييد للتجارة بين 68 و74، وهو مثال لما يمكن أن يحدث. تكون الطزاجة واللون والشكل والملمس مضافا كيميائيا في العادة، وهذا يمكن شركات التجهيز الكبرى من الاكتفاء بالنوعيات الأرخص للمنتجات الزراعية. ففي عام 1971 وصف ألفريد أيمز الأصغر رئيس شركة ديلمونتي حلوى بودينغ الشركة بأنها مثال على التحول المستمر إلى المنتجات العالية الربح المشكلة أو المصنعة. وتساءل ماذا يجب أن تقدم؟ ليجيب: بين أشياء أخرى هوامش ربح فوق المتوسط واعتماد ضئيل أو لا اعتماد على الإطلاق على أسعار السلع الزراعية. المفارقة حسب دراسة للجنة التجارة الفيدرالية هي أن أغلب تكنولوجيا التجهيز قد طورت بأموال عامة كثير منها من خلال عقود البنتاغون، مما يذكرنا بمنح نابليون لأول عقد للغذاء المعلب عام 1810 من أجل جيشه المرتحل لمسافات طويلة. كانت دولارات الضرائب هي التي دفعت تكاليف الأبحاث للتوصل إلى العصير المركز المجمد والخلطات الجاهزة والأغذية والمشروبات المنخفضة السعرات الحرارية وأغذية الأطفال ومنتجات اللبن المجفف والمشروبات الفورية الأعداد والدواجن المجمدة والبسكويت المثلج. وإعلان هو الجزء الثاني من وصفة نمو العمالقة، ففي خطوط الإنتاج التي يسيطر عليها ثلاثة أو أربعة من الشركات يسمح الإعلان لكل شركة أن تزيد حجم مبيعاتها بدون تخفيض سعرها أدنى من سعر المنافس
وهو عمل غير رياضي يضيق هوامش الربح المريحة لكل أعضاء النادي. ففي عام 1973 أنفقت صناعة الغداء في المملكة المتحدة 88 مليون جنيه استرليني على ترويج منتجاتها، أي 1.50 جنيه استرليني لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد، وكان ذلك يتجاوز خمس كل نفقات الدعاية في بريطانيا، وأكثر مما أنفق على أي نوع منفرد من المنتجات. وحتى ذلك الحين أنفقت أعلى نسبة من نفقات الدعاية الغذائية 88% على الإعلان في التلفزيون. إن الشركات الغذائية العملاقة التي نجحت عن طريق التجهيز الأقصى والدعاية إلى أبعد مدى هي على وجه الدقة تلك التي أخذت تتوسع في الخارج، أولا في كندا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية وجنوب أفريقيا، ثم في الشرق الأقصى، والآن حتى في أفريقيا. الوعي بالصنف. الهدف المباشر لأي شركة غذائية هو الوعي بالصنف، أي جعل المستهلكين واعين بالاختلافات المفترضة بين منتجها والصنف سين. وبإمكانك التأكد من أنك تملك الوعي بالصنف إذا تناولت المنتج الذي يحمل اسم الصنف حتى لو كان يبدو متماثلا، وربما كان كذلك مع المنتج الذي يحمل العلاقة الخاصة بسلسلة السوبر ماركت. إن تطوير هذا الولاء للصنف وليس إطعام الناس هو هدف الشركات متعددة الجنسية في البلدان المتخلفة. وقد أخبرنا ليبل مور الرئيس السابق لنابيسكو أن معياره لقياس نجاح شركته في البرازيل هو أن لا يعود الناس يطلبون المحمصات، بل يطلبون بدلا من ذلك ريدز. قال هذا ما أسميه طلب المستهلك. إنما على شركة غذاء عالمية أن تقدمه للبلدان النامية. إذن ليس الغداء الجيد بل الدعاية الجيدة، وبوصفها متعددة الجنسية تعمل في بلدان عديدة، يمكنها أن تكرر نفس السلوك مع كل جمهور جديد، أي تصنيع حملة دعاية ناجحة تقوم على أساس الأبحاث التي دفعت ثمنها أصلا المبيعات في السوق الأمريكي. ولا يمكن أبدا لشركة محلية أن تتحمل تكاليف تصميم تلك الجملة. وكما يلاحظ روبرت ليدوغار في تحقيقه الجيد التوثيق لشركات الغداء والأدوية الأمريكية في أمريكا اللاتينية، فإن ترجمة هذا النجاح لحملة إعلانية بالولايات المتحدة إلى لغة أخرى أسهل بكثير على شركة متعددة الجنسية من تطوير منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المحلية النوعية. وقد جلبت جنرال فودز معها خبراء في التسويق والدعاية حين ضمت كايبون فرعها البرازيلي للآيس كريم. فقد تساءلت لماذا لا تروج منتجات كايبون في المناطق الريفية بتقديم لعب مصنوعة من أصابع الآيس كريم. لكن المشكلة الحقيقية هي كيفية جعل البرازيليين في المدن يأكلون الآيس كريم في فصل الشتاء الممطر. وكانت إحدى الأفكار النيرة هي زيارات الحظ. فذات مساء قد يدق بابك مندوب لشركة كايبون ويمنحك شهادة أو هدية إذا كان في ثلاجتك وعاء من آيس كريم كايبون. وقد حرم الملايين من الإثارة لأنهم أفقر من أن يملكوا ثلاجة. وفي المكسيك استولت جنرال فودز على شركة حساء مجفف لتكون مركبة إطلاق جيل أو، واعتمدت على لعبة ترويج حقيقية ومجربة أن تلصق على ظهر كل عبوة من ثلاث قطع صورة من البلاستيك لوالت ديزني، تتكلف الواحدة 6 بنسات، ثم تشبع وسائل الإعلام بتشجيع الصبية على التطلع لأن يكونوا أول من يجمع 24 صورة. وفي أحد الاختبارات قفزت مبيعات جيل أو بنسبة 1000% خلال أسبوع واحد، وليست لجيل أو أي قيمة غذائية. كذلك صممت جنرال فودز في المكسيك طريقة تجعل المكسيكيين
يدفعون أكثر من واحد من أصنافهم الغذائية التقليدية مسحوق الفلفل الأحمر، فقد أضافت إليه بضعة أعشاب مثل الكزبرة والعطرة، وفكرت كم يجب أن تكون العبوة صغيرة ليكون الثمن في متناول المشترين ذوي الدخل المنخفض 50 سنتاف للواحدة. وشكلت العبوات المسمات تريا نيغوليتوس لتحاكي بها حساء شعبيا محليا. ثم غطت جنرال فودز الجميع بحملة ضخمة وصلت الأمريكية حد الأغنية المقفاة والشارات في آلاف المتاجر الصغيرة في كل أنحاء الريف، والحيل الترويجية مثل اليانصيب ومسابقة التلفزيون. وقد اكتشفت بتشامز بعض الطرق الماكرة لتفتح سوق أمام هورليكس في الهند وغيرها من أمريكا آسيا. ففي البداية زعمت أن منتجهم يفضل اللبن مرتين، لكن الحكومة الهندية منعت ذلك. وكانت شعاراتهم البديلة تقوم على خصائص اللبن الباعثة للنشاط، أي الحياة والحيوية التي يمنحها. نعم، نفس المشروب الذي يباع في بريطانيا ليبعث النوم في جفونك. ومن المهم أيضا أن تعلي من قدره كما تفكر بتشامز، وهكذا تعلن أن الأطباء يوصون به. وربما أكثر ما يقلق هي الإعلانات السينمائية، فالهنود رواد سينما متحمسون، ورسوم الدخول من الانخفاض بحيث يقدر على دفعها معظمهم. وفي هذه الإعلانات تأخذ أم طفلها المريض إلى عيادة طبيب وتتلقى روشته بصرف هورليكس. المشروبات الغازية، هل هي للجميع؟ رغم أن معظم شركات تجهيز الغذاء المتعددة الجنسية توجه منتجاتها إلى المجموعات الصغيرة ذات الدخل الأعلى، فإن بعضها مصممة على بيع شيء للفقراء وحتى لشديدي الفقر. لكن هل من الممكن العثور على منتج يريده الفقراء ويمكن أن يكون ثمنه في متناول الملايين، وفي نفس الوقت يحقق ربحا من الكبر بحيث يتحمل ميزانية الدعاية الضخمة اللازمة لجعل الفقراء يرغبونه؟ لا شيء يناسب هذا الوصف أفضل من المشروبات الغازية، فمكوناتها تكلف القليل، فهي سكر وماء في الأساس، إلا أنه من الممكن جعل الفقراء يفكرون في المشروبات الغازية باعتبارها رموزا للحياة المترفة. إن أوسع تأثير غذائي للشركات الأجنبية في العالم المتخلف يأتي بلا جدال من المشروبات الغازية، ففي عديد من البلدان المتخلفة المتنوعة ثقافيا تنوع إيران وفنزويلا تعزى زيادة استهلاك السكر بدرجة كبيرة إلى زيادة مبيعات المياه الغازية. فالمكسيكيون يتجاوزون بكثير 14 مليار زجاجة سنويا، أو حوالي 5 زجاجات لكل رجل وامرأة وطفل كل أسبوع. مع هذا الحجم للأسواق، فإن ربحا صغيرا في كل زجاجة يترجم إلى ميزانيات دعاية ضخمة وأرباح ضخمة. وطبقا لما يذكره ألبرت ستريتزبرغ في عصر الإعلام، فإن الدعاية التي تصل إلى حد التشبع هي التي تصنع الفرق. وهو يلاحظ برضا أنه في أفقر مناطق المكسيك حيث تلعب المشروبات الغازية دورا وظيفيا في الوجبة، فإن الأصناف الدولية الكوكا والبيبسي وليس الأصناف المحلية هي التي تسد. والكوكا كوك التي استولت على أصناف عديدة من شركات التعبئة المحلية اقتنصت 42% من السوق المكسيكية. وواضح أن ستريتزبرغ يعتقد أنه يجب امتداح معلني كوكاكولا أن لاجئا فلسطينيا صبيا بائسا يمسح الأحذية في بيروت يوفر قروشه من أجل كوكاكولا حقيقية بضعف ثمن الكولا المحلية. ولكي نقدر العمق الذي تتغلغل به المشروبات الغازية في أبعد مناطق بلد متخلف،
نود أن نقتبس من خطاب كتبه قس مكسيكي هو الأب فلورينثو عام 1974، يقول: يبدو أن المشروبات الغازية عنصر هام جدا في تنمية القرى، فقد سمعت بعض الناس يقولون أنهم لا يستطيعون الحياة يوما واحدا دون أن يتناولوا مشروبا غازيا، وهناك آخرون لابد لإظهار مكانتهم الاجتماعية أن يتناولوا المشروبات الغازية مع كل وجبة، خصوصا إذا كانوا ضيوفا. وقرب البلدان الأكبر حيث الأجور اليومية أعلى قليلا تكون المشروبات الغازية أرخص، لكن في القرى النائية جدا حيث يكسب الناس أقل بكثير وحيث لابد من جلب المشروبات الغازية بواسطة الحيوانات، يبلغ ثمن المشروبات الغازية في أماكن عديدة ما يصل إلى الضعف. إن العائلة النموذجية في ميتلاتونوك لا يمكن أن تكسب أكثر من 1200 إلى 2000 بيسو في السنة، لكن حتى القليل الذي يكسبونه كل عام ينفقونه على تناول المشروبات الغازية. وفي أغنى قرى هذه المنطقة أولينالا، حيث غالبية الناس حرفيون، يكسبون من 25 إلى 70 بيسو في اليوم، من 2 إلى 5 دولارات، يجري استهلاك نحو 4000 زجاج مشروبات غازية يوميا. وسكان أولينالا عددهم 6000 نسمة. إن الغالبية العظمى من الناس مقتنعون بضرورة استهلاك المشروبات الغازية كل يوم، ويرجع ذلك أساسا إلى الدعاية المكثفة، خصوصا في الراديو الواسع الانتشار في الجبال. وفي نفس الوقت تستهلك المنتجات الطبيعية مثل الفاكهة في هذه القرى ذاتها بدرجة أقل مجرد مرة في الأسبوع في بعض العائلات، وتبيع عائلات أخرى منتجاتها الطبيعية لكي تشتري مشروبات غازية. وقد وجد روبرت ليدوغار أن كوكاكولا مشغولة في البرازيل أيضا، فقد جاءت المنافسة لكوكاكولا من مشروب شعبي محلي ذي خصائص منشطة يصنع من فاكهة الغوارانا التي يزرعها صغار الزراع في حوض الأمازون. وبعكس الكوكاكولا فإن الكافيين في الغوارانا مركب طبيعي مستخلص من بذور شجرة الغوارانا، ولأنه مبستر فإنه يتجنب المواد المضافة المختلف عليها والتي تستخدمها منتجات كوكاكولا وبيبسي كولا. ولكنه في عام 1972 قررت كوكاكولا أن تهزم المشروب الشعبي المحلي مرة واحدة وإلى الأبد، فبدأت إنتاج غوارانا فانتا، إلا أنها صناعية برمتها وليست الشيء الحقيقي. إن فانتا البرتقال هي أكبر منتجات كوكاكولا مبيعاً في البرازيل بعد الكوكا ذاتها، ورغم اسمها فإن فانتا البرتقال لا تحتوي على أي عصير برتقال، مع أن البرازيل أكبر مصدر في العالم لعصير البرتقال، فالبرازيل تبيع كل محصول برتقالها للأجانب وخصوصاً للولايات المتحدة، حيث كوكاكولا واحدة من المشترين الرئيسيين لتصنع منه عصير البرتقال من علامتي سنو كروب ومانيوت ميد. أما استهلاك البرازيل من البرتقال فقليل جدا، ويعاني كثير من البرازيليين من نقص فيتامين سي، فقد وجدت دراسة أجريت عام 1969-1970 عن عائلات الطبقة العاملة في ساو باولو المزدحمة أن أسر الطبقة العاملة الفقيرة لا تحصل إلا على نصف الحد الأدنى اليومي الضروري من فيتامين سي. ويعلق ليدوغار في دراسته قائلا أن الشركات التي تسعى لتجنب إضافة مكونات غذائية طبيعية مكلفة إلى منتجاتها قد تجبرها على الخروج من سوق فقيرة متنامية. وفانتا أوبا عنب ليس بها قطرة واحدة من صير العنب، رغم أن من جنوب البرازيل فائض مزمن من العنب أحيانا أكثر من 200 ألف طن يحتاج إلى برامج دعم حكومية.
الاستراتيجية الأخرى هي الوصول إلى سوق شابة أكثر فأكثر من المستهلكين الجدد. وقد قام البرازيلي روبرت أورسي المكلف ببرنامج دعاية بيبسي الذي يتكلف مليون دولار بتعديل حملة بيبسي الدعائية الأمريكية لتناسب احتياجات السوق البرازيلية، فأصبح جيل البيبسي هو ثورة البيبسي. ويشرح أورسي الاختيار قائلا: في هذا البلد لا يملك الشاب قنوات احتجاج، والجيل الحالي لم يتلقى أي تربية سياسية أو اجتماعية، وهكذا نزودهم بآلية للاحتجاج. إنه احتجاج من خلال الاستهلاك، فالمراهق يتحول عن كوكاكولا العتيقة الطراز ويتبنى البيبسي، البيبسي ذات الصورة الجديدة الشابة، وهو سعيد لأنه شاب والشباب يشربون البيبسي. يبدأ إغراء سوق الشباب في المدرسة ذاتها، إذ تقدم شركات الكولا أو تمول الثلاجات وغيرها من المستلزمات، وتقدم مشروبات غازية مجانية في احتفالات المدرسة مقابل السماح لها بالبيع في المدارس. وقد قامت الدكتورة أندياس من معهد التغذية بريو دي جانيرو بمسح على أطفال المدارس من 6 سنوات إلى 14 سنة، ووجدت مستويات مرتفعة لاستهلاك الكوكا والفانتا والبيبسي زجاجة أو اثنتين يوميا من جانب الجميع، فيما عدا الفقراء جدا الذين يقل دخل عائلتهم عن 80 دولار شهريا. كذلك اكتشفت الدكتورة دياس نقص الفيتامينات حتى في وجبات الأطفال الأغنياء الذين كانوا أعلى المستهلكين للمشروبات الغازية. أما أطفال الطبقة الوسطى فقد أظهروا أعراض أطفال سوء تغذية بروتينية بالإضافة إلى نقص الفيتامينات. وبالطبع كان أطفال الأسر الفقيرة يعانون من سوء التغذية في البروتينات والسعرات الحرارية وكذلك من نقص الفيتامينات، ولم يكن أي من الأطفال تقريبا يشرب اللبن. وفي زامبيا كتبت مجلة نيو انترناشيوناليست إن الأطفال الرضع قد أصبحوا سيئي التغذية لأن أمهاتهم كنا يطعمنهم الكوكا والفانتا، معتقدات أن ذلك أفضل ما يمكن أن يقدمنه لأطفالهن. وفي ذلك الجزء من البلاد الذي ينتج أغلب نحاس في العالم، يقرر الدكتور ستيفنز طبيب الأطفال الوحيد في حزام النحاس بزامبيا أن 54% من الأطفال السيئي التغذية بدرجة خطيرة والذين يتم إدخالهم مستشفى الأطفال في نيدولا يكتب على البطاقات المعلقة في طرف أسرتهم أطفال الفانتا. ويتردد الآن أن حكومة زامبيا قد منعت إعلانات الفانتا بسبب تأثيرها على الفقراء. الأناناس المعلب بالشريحة. بالإضافة إلى المشروبات الغازية، فإن بعضا من أقل الأطعمة قيمة غذائية بينما استطاعت الشركات ابتكاره يصل الآن إلى الفقراء، وبينما الأطعمة المجمدة لا يمكن بوضوح بيعها للفقراء على الإطلاق، توجد منتجات أخرى يمكن أن تصلهم بتقسيمها إلى وحدات أصغر، ووحدة البيع الأصغر تعني ثمنا أقل، لكن بالطبع تكاليف أكبر لكل وحدة. إن مجرد زيارة لعديد من المتاجر البائسة في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية في كل أنحاء العالم الثالث ستجعلك ترى لبان المضغ يباع بالقطعة وحتى بنصف القطعة، وقراقيش ريتينز تعد بالواحدة، ورقائق كيلوغ المجمدة تغرف من صناديقها العادية لتباع بالكوب، والسجائر تباع بالواحدة، وعبوة من اثنتين من كعك هوتسيس توينكي من إنتاج ITT تفتح لتباع بالواحدة. وفي المكسيك الغنية بالأناناس يمكنك أن تصادف متاجر تبيع الأناناس المعلبة لشركة ديلمونتي بالشريحة. وكما رأينا فإن قوة شركة الغداء المتعددة الجنسية ليست في الغداء بل في استراتيجية الدعاية والتسويق، فالدعاية تصل إلى أبعد القرى في العالم المتخلف. ومن هنا كان المستر راجاد باكشا
الرئيس السابق في الهند لشركة يونيليفر الأنجلو هولندية المتعددة الجنسية بيردز آي للأغذية المجمدة وأخوان ليفر وآيس كريم وول وماكفيش ريز، متحمسا تجاه التحدي الجديد والمثير للتغلغل في الأسواق الريفية. هدفه هو بيع منتجات يونيليفر في 565 ألف قرية هندية. وقد ظلت يونيليفر تحث الوكلاء في البلدان الأكبر على فتح فروع خصوصا في القرى التي يكون لهم أقارب فيها، ولا تستبعد أي وسيلة للترويج بما في ذلك سيارات السينما ذات الأفلام الدعائية وعروض العرائس والمهرجين والرسوم الحائطية ومندوبو المبيعات الذين يمشون على عصي طويلة. والإعلانات الإذاعية ممكنة في القرى التي يقال أنها ميسورة الحال، حيث يملك ما بين 30 و50% من الناس أجهزة ترانزستور. اذهب في أي بلد من بلدان العالم الثالث إلى أصغر متجر في أبعد قرية، وسوف تكون أمامك فرصة طيبة لأن تجد إعلانا لنيسلي أو لكوكاكولا. ومنذ زمن بعيد أدرك ليبيك مور الرئيس السابق لنابيسكو الذي اقتبسنا كلمات له من قبل العلاقة بين الدعاية في أجهزة الإعلام وتوصيل قراقيش ريدز إلى أصغر المتاجر. حقا إننا نخطط لكي ننشر إعلاناتنا يوما ما في كل العالم. ربما أنفقنا لنقل 8 ملايين دولار مقابل إعلان في شبكة اتصال بالأقمار الصناعية، وسيصل إلى 93 مليون شخص. وهكذا فإن ما نفعله الآن هو إتاحة توفر منتجاتنا في متاجر التجزئة في كل أنحاء العالم. انتهى كلامه. بهذا الجهد الإعلاني يتم الوصول حتى إلى من يملكون أقل النفوذ، ويجري إقناعهم بأن الغداء المعبأ يملك قدرات خاصة، والرسالة الخفية هي أن وجباتهم التقليدية من الفول والذرة والشوفان والأرز لا قيمة لها بالمقارنة مع ما يأكله الغربيون. وقد درس خبير التغذية المكسيكي خواكين كرابيوتو تغير العادات الغذائية في القرى المكسيكية، فأخبرنا بأن الكامبسينو يتحولون عن العجة التقليدية بالذرة إلى أنواع الخبز الأبيض مثل بان بيمبور، وهو الاسم الذي تطلقه آي تي تي على واندر بريد جنوبي الحدود. قد تجادل آي تي تي بأن به فيتامينات أكثر مطعم، لكن الحقيقة هي أن القروش القليلة لعائلة فقيرة يمكن أن تشتري المزيد من المواد الغذائية إذا استخدمت في شراء العجلة. ذلك لأن التجهيز الصناعي كما يلاحظ خبير التغذية آلان بريج يرفع حتما سعر المنتج إلى ما يتجاوز كمية مساوية من الغداء الأساسي التقليدي. ومن خلال العمل لعدة سنوات في الهند وجد بريج أن دعاية التشجيع الغذائية قد أقنعت العديد من العائلات المنخفضة الدخل بأنها لا بد أن تشتري منتجات غذائية معينة مرتفعة الثمن حتى تجعل أطفالها أصحاء معافين. ونتيجة لذلك وجد بريج العائلات ذات الدخل المنخفض وقد أغريت على إنفاق كمية غير متناسبة من دخلها على أغذية الأطفال المعلبة ومثيلاتها من المنتجات على حساب الأغذية التقليدية التي هي في مزيد من الحاجة إليها. إذا أصر الناس في الغرب على الغذاء المجهز للعلامة التجارية فإن الأمر ينتهي بهم بإنفاق المزيد من دخل العائلة على الغذاء، ولكن أحدا لا يجوع رغم أن التغذية تتأثر سلبيا. أما في البلدان المتخلفة حيث يكون على العائلة عادة أن تنفق 80% من دخلها على الغذاء فإن تأثير التحول إلى الغذاء أكثر كلفة لكنه أقل قيمة غذائية يكون خطيرا. الفصل 25 فضيحة غداء الأطفال. حين بدأ معدل المواليد في الانخفاض في البلدان الصناعية خلال الستينات أعلنت الأزمة
مقالات مجلات الأعمال، أزمة الأطفال، وأخبار سيئة من بلاد الأطفال. وكانت إحدى استجابات شركات إنتاج غداء الأطفال هي التنويع في منتجات أخرى. أما الاستجابة الأخرى فكانت التسويق للعدد السريع النمو من الأطفال في البلدان المتخلفة. وبدأت مبيعات اللبن المجفف للأطفال في البلدان المتخلفة في التزايد أسرع من المبيعات في الوطن، وذلك من خلال شركة معامل وايث ونيسلي ويونيغيت وبريستول. فنيسلي ولديها 81 مصنعا في 27 بلدا متخلفا و728 مركز بيع في جميع أنحاء العالم، تروج بشدة لمنتجاتها لاكتوجين ونان وسيريلاك. أما غلاكسو وكارنيشن فتعملان أيضا في هذه التجارة المتنامية. وكانت مجلة النيو انترناشيوناليست هي أول من فجر عام 1973 فضيحة أن الشركات التي تروج أغذية الأطفال في البلدان المتخلفة كانت تسهم في سوء تغذية حاد وزيادة ملحوظة في وفيات الأطفال بدلا من المساعدة على تغذيتهم. وكان المقال يقوم على أساس حوارات مع أستاذين بارزين لصحة الأطفال عملا في مستشفيات وعيادات أفريقيا لفترة تزيد على 30 عاما. وسرعان ما أغرق المجلة سيل من المكالمات والخطابات من أطباء وممرضات ومتطوعين ومبشرين في العالم الثالث يدعمون ويوسعون الأدلة ضد شركات صناعة غداء الأطفال الغربية. وفي عام 1974 اقتفت الجمعية الخيرية لما وراء البحار الحرب على الفاقة آثار موجز نيو انترناشيوناليست بنشرة مدروسة جيدا بعنوان قتلة الأطفال، وترجمت النشرة إلى الألمانية تحت عنوان نيسلي تقتل الأطفال. فطالبت نيسلي بتعويض يبلغ 5 مليون دولار أمام المحاكم السويسرية. وزعمت نيسلي أن الاتهامات الواردة بالنشرة وهي أن جهودها غير أخلاقية وغير قومية، وأن أساليب تسويقها تسببت في وفاة الأطفال، وأنها تخفي مندوبيها باعتبارهم أعضاء في الهيئة الطبية، كانت كلها تشهيرا. وفي نفس اللحظة قررت نيسلي إسقاط تهم التشهير الثلاثة هذه. والتهمة الوحيدة التي أصرت عليها نيسلي كانت أن عنوان النشرة نيسلي تقتل الأطفال يعد تشهيرا. ورغم أن القاضي حكم لصالح نيسلي في هذا الصدد فإنه أعلن أن هذا الحكم ليس تبرئة لنيسلي، وقد نتج عن الموضوع حتى الآن أكثر من 1000 مقال في الصحافة الشعبية، وكان موضوعا لعدد من تقارير التلفزيون والأمم المتحدة، وأثار ما يمكن أن يكون أشد الحملات كثافة وغضبا ضد نشاطات شركات الغداء المتعددة الجنسية في العالم الثالث على الإطلاق. لماذا؟ لأن معدل الوفاة في البلدان المتخلفة بين الأطفال الذين يتغذون على الرضاعة الصناعية يبلغ نحو ضعف المعدل بين الأطفال الذين يرضعون من الثدي. وقد قرر بحث أجري حديثا عن الوفيات بين الأطفال في عدة دول أمريكية ويبحث في أسباب 35 ألف وفاة أن نقص التغذية كسبب رئيسي أو مساعد للوفاة كان أقل حدوثا بين الأطفال الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية ولم يفطموا عنه بين الأطفال الذين لم يرضعوا من الثدي على الإطلاق أو رضعوا لفترات محدودة فقط. وفي البنجاب الريفية بالهند وطبقا لتقرير لعام 1974 في المجلة الطبية The Lancet، بين من شملتهم الدراسة مات تقريبا كل الأطفال الذين لم يرضعوا لبن الأم خلال شهور حياتهم الأولى. ومنذ عقدين من الزمان حين كانت الرضاعة الطبيعية منتشرة بين الفقراء كان سوء التغذية الحاد يؤجل عادة إلى ما بعد العام الأول الحاسم جدا في حياة الطفل. أما الآن وطبقا لرأي خبير التغذية بالبنك الدولي آلان بريدج
فإن الانخفاض السريع في التغذية بلبن الأم خلال العقدين الماضيين قد سبب انخفاض متوسط العمر الذي يبدأ فيه سوء التغذية من 18 شهرًا إلى 8 شهور في عدة بلاد أجريت عليها الدراسات. إن تركيبة لبن الأطفال المجفف تحل محل لبن الأم، لكن لبن الأم نظراً إلى أنه قد تغير وتطور مع تطور الجنس البشري كما تشير الأبحاث العلمية، فإنه يمكن أن يعول الطفل الحديث الميلاد خيراً من أي شيء آخر، وهو لا يحتوي على أعلى الكميات من البروتينات والدهون للطفل، بل على الكميات المناسبة منها. فلبن الأم لا يحتوي إلا على 1.3% من البروتين، بينما يحتوي لبن البقر على 3.5%. ويلاحظ الدكتور هيوغولي، وهو طبيب أطفال بارز في لندن، يكتب لصحيفة التايمز أن مستويات البروتين والمعادن والدهون في لبن الأم تناسب تماما قدرة كلية الطفل، أما العجول فتحتاج ويمكنها أن تهضم بروتينا أكثر لأنها تنمو أسرع بكثير. فالعجل البالغ من العمر 6 أسابيع هو بالفعل بقرة صغيرة. ولبن الأم ليس متوازنا بطريقة مناسبة في البروتينات والدهون فقط، بل كذلك يأتي مكملا بالمحصنات ضد العدوى البالغة الحساسية في ظروف حياة غير صحيحة. ويفترض العلماء أن الحصانة ربما تنتج عن الجرعة الأولية من الأجسام المضادة في اللبأ، وهو السائل المائل إلى الصفرة، الذي يأتي من ثدي الأم بعد الولادة بأيام قليلة. ويبدو أن اللبأ يحمي الطفل من العدوى الشائعة محليا، خصوصا عدوى القناة المعوية، ومن الحساسية للأغذية. ويعلق الدكتور ألان بريدج، وقد يفسر هذا السبب في أن أنواع الحساسية أكثر شيوعا بين الأطفال الذين يتغذون صناعيا. ويلاحظ الدكتور جولي أن التهابات القناة الهضمية تكاد تكون غير معروفة في الأطفال الذين يتغذون بلبن الأم، بينما يمكن أن تكون قاتلة بين أولئك الذين يرضعون لبن البقر، خصوصا حيث يكون تعقيم الزجاجات مستحيلا. والإسهال الذي يمكن أن يمنع امتصاص أي مواد غذائية على الإطلاق نادر بين الأطفال الذين يرضعون لبن الأم، وتستطيع الأم تغذية طفلها بصورة مناسبة لستة أشهر على الأقل، وحتى الأمهات السيئات التغذية قادرات على الإرضاع بصورة مناسبة، رغم أن ذلك يكون على حساب أنسجتهن جزئيا، ويتفق الفسيولوجيون على أن الأشهر الأولى من العمر حاسمة في النمو الطبيعي للمخ. أما التأثيرات السلبية لسوء التغذية المتأخر رغم أنها غير مرغوبة تماما، فيمكن علاجها بدرجة أكبر بكثير. وفي الواقع يمكن للطفل أن يتغذى جيدا على لبن الأم لمدة 2 أو أكثر إذا أضيفت إليه بضع أغذية أخرى، ولا يجب بالتأكيد أن تكون من علبة لبن مجفف. وفي بعض الثقافات يظل الأطفال يرضعون مدة أطول، فمنذ ما لا يزيد على 40 عاما كانت الأمهات في الصين واليابان يرضعن أطفالهن لفترة 5 أو 6 سنوات، وأمهات جزر كارولين لمدة 10 سنوات، والإسكيمو لفترة تصل إلى 15 عاما. إلا أن العديد من الشركات المتعددة الجنسية لم تكن راضية عن الطبيعة، أو على الأقل لم تكن راضية عن أن الطبيعة بدا أنها لا تترك مجالا للاستغلال التجاري. لذا فإن الشركات المتعددة الجنسية رغبة منها في خلق سوق لم تكن موجودة، وجدت أن باستطاعتها اللعب على جانب آخر من الطبيعة الإنسانية، الرغبة الطبيعية للأبوين في تأمين طفل معافى. وفي ظل تعرضهم لملصقات وإعلانات صحف ويافطات ملونة لا تحصى،
يصل الآباء في البلدان المتخلفة إلى الاعتقاد بأن الطفل السعيد الصحي هو ذاته زجاجة أو علبة من اللاكتوجين، فهم يعرفون أن العائلات المتعلمة والراقية تستخدم الرضاعة الصناعية، وهم كذلك يريدون الأفضل لأطفالهم، إلا أن المفارقة المأساوية تكمن في أن الغداء الصناعي بالنسبة لمعظم الآباء في البلدان المتخلفة يعد خطراً على حياة أطفالهم، أولاً لأن معظم العائلات لا تستطيع ببساطة شراء الكمية الضرورية، فتغذية طفل له من العمر 4 شهور في غواتيمالا يتطلب حوالي 80% من دخل الفرد، وتغذية هذا الطفل في ليما بالبيرو بالزجاجات بطريقة مناسبة يتطلب حوالي 50%. ولا تتضمن هذه التكاليف التقديرية الزجاجات والبزازات وأدوات إعداد الطعام والتبريد والوقود والرعاية الطبية التي تكون عادة ضرورية للطفل الصناعي التغذية 10 أضعاف ضرورتها للطفل الطبيعي الرضاعة. فكيف يمكن لأسرة أن تكرس أكثر من نصف دخلها للغداء لأصغر أعضائها غير المنتج إطلاقاً؟ الإجابة هي أنها لا تستطيع. الحل الواضح هو تخفيف اللبن الصناعي بالماء، والتقارير عن ذلك شائعة، فقد وجد مسح أجري عام 1969 في باربادوس أن 82% من العائلات التي تستخدم اللبن الصناعي كغداء وحيد للأطفال في سن 2 أو 3 أشهر كانت تجعل علبة مدتها 4 أيام تبقى ما بين 5 أيام إلى 3 أسابيع. وقد قرر الدكتور أديوالي أومولولو أستاذ التغذية في نيجيريا أنه عالج طفلا يعاني من سوء تغذية حاد كانت أمه قد تحولت من الإرضاع إلى التغذية بالزجاجة، وعلى مدى شهر لم يكن الطفل يتناول سوى الماء من الزجاجة، إذ لم يكن يوجد من النقود سوى ما يكفي للزجاجة، واستغرق التوفير لشراء علبة لبن شهرا. وبالتغذي على اللبن المجفف يفقد الطفل وزنه ويتدهور باستمرار إلى حالة سوء التغذية المعروفة باسم الدواء ماراسموس، ويصبح الطفل أكثر عرضة للعدوى، وهي مشكلة تعقدها الرضاعة الصناعية كما سنرى. ثانيا، تتطلب التغذية الصناعية ماء نقيا وظروف إعداد صحية لا توجد غالبا حتى بالنسبة للطبقات المتوسطة في البلدان المتخلفة. اغسلي يديك جيدا بالصابون في كل مرة تعدين وجبة للطفل، هكذا يرد في كتب الأم الذي توزعه نيسلي في مالاوي، لكن 66% من البيوت حتى في العاصمة لا تملك تجهيزات غسيل. وضع الزجاجة والغطاء في طاسة بها ما يكفي من الماء لتغطيتها، اغلي الماء واتركيه يغلي 10 دقائق. هذه هي نصيحة شركة كاواند جيت في كتيب رعاية الطفل لغرب أفريقيا، وتصاحب النص صورة لطاسة ألومنيوم لامعة على سخان كهربي، لكنك ستمضي بعيدا قبل أن تجد سخانا كهربيا في غرب أفريقيا، إذ أن على معظم أمهات غرب أفريقيا أن يرضين بمطبخ 3 طوبات، أي 3 طوبات تسند قدرا فوق نار الخشب، ولا يوجد سوى قدر واحد لتعقيم زجاجة الطفل وطهي طعام العائلة. وبالنسبة للأم فإن وضع الزجاجة في ماء مغلي لا يبدو شديد الأهمية على أي حال، وهكذا فمن المرجح نسيان التعقيم. وهكذا فإن تركيبة سوء التغذية مع التعرض للبكتيريا يصنع حلقة شريرة، إذ يصاب الطفل بإسهال مزمن، ومن ثم يصبح عاجزا عن امتصاص اللبن المجفف ذاته، وتسوء حالة الطفل الغذائية فيصبح أكثر قابلية للعدوى التنفسية والتهاب الجهاز الهضمي. وهذه حالة ملايين الأطفال الذين كان يمكن أن ينالوا تغذية مناسبة عن طريق لبن أمهاتهم. يروق للشركات أن تجادل بأنها تلبي احتياجا ولا تخلقه، إذ يتساءل إيان بارتر من شركة كاواند جيت، فكروا فقط،
ماذا يمكن أن يكون عليه الوضع لو قلنا حسناً أننا نعتقد أن هؤلاء الناس الناقدون على حق؟ ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون وفاة آلاف الأطفال، لأن هناك عشرات الآلاف من الأمهات في تلك البلدان يجب أن يكون لديهن بديل عن لبنهن حتى يطعمن أطفالهن. لننظر إلى الحقائق. يعترف خبراء التغذية بأن هناك بعض النساء اللائي لا يستطعن الأرضاع لأسباب فسيولوجية، لكن حتى الشركات تعترف بأن أولئك الأمهات أقل من 5% على الأكثر. وقد أجرى الدكتور ديفيد مورلي مسحا على الأمهات في قرية نيجيرية، فوجد أن الأمهات اللائي لديهن مشكلات إرضاع خطيرة أقل من 1%. وعلاوة على ذلك، فإن عديدا من المجتمعات ابتكرت ترتيبات المرضعة لتلبي احتياجات الطفل الحديث الميلاد الذي لا تستطيع أمه إرضاعه. وفي الحقيقة، فإن الثقة، انعدام القلق، يبدو أنها مفتاح الإرضاع بلا صعوبة. والآن يعتقد أطباء عديدون أن أكثر ما تفعله الدعاية التقليدية للشركات هو تحطيم ثقة الأم، إذ بمجرد ذكر الأمهات اللائي ليس لديهن لبن، واللبن القليل الجودة، تضع الشركات شكوكا واضحة في ذهن الأم حول قدرتها على الإرضاع. كذلك تشدد الشركات على أن منتجاتها لازمة للمرأة التي تعمل، وفي الحقيقة فإن نسبة نساء العالم الثالث اللائي يعملن بعيدا عن العائلة ضئيلة جدا، والبلدان التي تعمل فيها النساء بصورة أكبر بكثير مثل الاتحاد السوفيتي وكوبا تقدم إجازات وضع طويلة مدفوعة الأجر وحضانات في مكان العمل تسمح للأمهات العاملات بالإرضاع عدة مرات يوميا. لكن حتى لو كانت هناك حاجة إلى الرضاعة الصناعية، فهل ينتج عن ذلك أن بلدا ما يحتاج إلى نصف دسة من الشركات المتعددة الجنسية التي تستهدف الربح؟ هل هذا هو البديل الوحيد الذي يمكنك كوزير للصحة مثلا أن تفكر فيه لبلدك؟ وهل تكنولوجيا عمل غداء معادل للأطفال بهذه الصعوبة حقا؟ لقد أوصت مجموعة البروتين الاستشارية بالأمم المتحدة بأن تبتكر البلدان المتخلفة منتجا أفضل من المنتجات الغالية السريعة التلوث لأكبر شركات العالم. وصمم عديد من خبراء التغذية للأمهات اللاتي لا يمكنهن الإرضاع أنظمة غذائية صناعية مغذية تلائم البيوت المنخفضة الدخل وتستلزم حدا أدنى صحيا ولا تقتضي تبريدا، وتحتاج إلى تجهيزات أعداد محدودة، والعديد منها لا يكلف سوى ربع الأغذية الصناعية الحالية المرتفعة الثمن. وأخيرا، تحاول الشركات الدفاع عن نفسها بادعاء أنها توجه منتجاتها حقا إلى الأغنياء فقط، إذ يقول ديفيد كوكس رئيس معامل روس لابوراتوريز أن نشاطات ترويج هذه الشركة لا تصل إلى الفقراء إلا بشكل عارض. ومرة أخرى، لا يتفق هذا الزعم مع الحقائق، فقد ابتكرت الشركات فعلا استراتيجيات ترويج معقدة وماكرة دوما خصيصا لكي تزيد المبيعات في السلم الأدنى للدخول. فمنذ البداية تقابل الملصقات الحائطية الملونة التي تصور طفلا صحيحا يمسك زجاجة إرضاع النساء الفقراء والأغنياء اللاتي يدخلن إلى المستشفيات والعيادات، كما تستخدم الشركات ممرضات الأطفال وهن عادة نساء مدربات تماما على التمريض. وفي نيجيريا تعتقد 96% من النساء اللائي تستخدمن الإرضاع الصناعي أن نصحهن بذلك جاء من أفراد هيئة طبية نزيهين وأساسا من الممرضات، وفي الحقيقة كانت هؤلاء الممرضات مندوبات للشركة. إذ تستخدم نسلي من 4000 إلى 5000 من مرشدات الأمومة أولئك في البلدان المتخلفة، وفي زيهن الأبيض الزاهي يزرن الأمهات الجديدات بصرف النظر عن مستوى دخلهن. وفي عديد من البلدان يسمح لهؤلاء الممرضات بدخول عنابر الوضع،
وعادة ما ينالنا عمولة بالإضافة إلى المرتب، وبالإضافة إلى ذلك يؤدي المرتبات الكبيرة التي تقدمها الشركات للممرضات التي تدربن على حساب الأموال العامة إلى إبعادهن عن التفرغ للعمل الصحي الأساسي. علاوة على ذلك، تقدم الشركات عينات مجانية من خلال المستشفيات عادة، وتبين الدراسات أن عددا من الأمهات المتعلمات يساوي عدد الأميات يتلقين العينات، مما يشير إلى عدم وجود محاولة لالتقاء الأمهات القادرات على شراء المنتج. وتمد الشركات المستشفيات غالبا برصيد من اللبن الصناعي المجاني، آملة أن تشعر الأمهات بأن عليهن مواصلة استخدام المنتجات. وقد باعت معامل أبوت مؤخرا ما قيمته 300,000 دولار من السيميلاك إلى مستشفيات مدينة نيويورك مقابل 100,000 دولار فقط. وقال متحدث باسم المدينة: وهذا استثمار بالنسبة للشركة، فهي تأمل في الحصول على الربح المستقبلي. الوسيلة الأخرى الموجهة إلى الفقراء بوضوح هي بنوك اللبن في المستشفيات والعيادات عادة. اتبعوا الألبان الصناعية التجارية بثمن مخفض للأمهات القادرات على إثبات أنهن فقيرات فعلا. بهذه الطريقة يمكنها زيادة المبيعات بين الفقراء فعلا دون تخفيض الثمن في السوق التجارية. وبنوك اللبن في المستشفيات تخدم في إقناع النساء بأنهن في حاجة إلى شيء لا يحتاجنه في الحقيقة، لكن حتى بالسعر المخفض من 30 إلى 40% عادة، تكون الألبان الصناعية أغلى من أن يشتري منها الآباء ما يكفي. ففي غواتيمالا سيتي تم استجواب 50 أما تشترين من بنك اللبن، ورغم التخفيض لم يستطعن شراء ما يكفي. وهكذا فإنهن أعددنا الزجاجات بلبن أقل وماء أكثر، وبهذه الطريقة بقي اللبن مدة أطول، وغالبا ما يجري إحلال الشاي أو الشوكولاتة محل اللبن. والراديو كذلك وسيلة دعاية تصل إلى الفقراء، فاليوم العادي في سيراليون يشهد 15 إعلانا إذاعيا مدته 30 ثانية لنسلي، يعني لاكتوجين غداء أفضل لأنه فيه بروتين وحيد زيادة وكل الحاجات المهمة التي تخلي الطفل قوي وسليم، لاكتوجين والحب. ولا شك أن استخدام لهجة الفقراء الشائعة يجعل من الصعب على نيسلي أن تقنعنا بأنها توجه دعايتها فقط إلى القادرين عليها. وتحت ضغط السمعة غير المستحبة تقول الشركات أنها عدلت من دعايتها، فالآن يروج المنتج التجاري باعتباره أفضل شيء بعد لبن الأم للحالات التي تجدين أنك تحتاجين فيها إلى بديل أو مكمل للبن الثدي. وتوصي نيسلي الآن بتغذية صناعية مؤقتة إذا كنت لا تستطيعين إرضاع الطفل تماما بنفسك. وهذا الأسلوب ماكر، فكما تقول دراسة مولها اتحاد المستهلكين، فإنه بالتوصية صراحة بالرضاعة بالثدي يمكن للشركة تحسين صورتها، وفي نفس الوقت يمكن للشركة نسف الإرضاع بالثدي بالتلميح بصورة متكررة، إلى أن الأم قد لا يكون لديها ما يكفي من اللبن وقد تحتاج إلى زجاجات لبن صناعي تكميلية. وتعلق الرابطة الدولية لاليتشي اللبن، وهي منظمة مكرسة لمساعدة النساء على الإرضاع الطبيعي، فتقول أن اللبن الصناعي المكمل واحد من أكبر العقبات أمام تقديم تغذية جيدة باللبن، والإرضاع الطبيعي المتكرر من أكبر الفوائد. كذلك يمكن للشركات تثبيط الأمهات المحتمل أن يقمن بالإرضاع الطبيعي بإقناعهن بأن لبنهن غير كاف للإرضاع أو أن ظروف حياتهن غير صحية على الإطلاق. ويوجد كتيب تنتجه نيسلي وتوزعه مجانا على الأمهات في العالم الثالث يقول لهن: يجب أن تغسلن أجزاءكن يوميا بمسح الحلمات بقطعة مبللة بمزيج من النشادر والجليسرين.
ربما كان متوفرا في الصيدلية المحلية. بعد ذلك يقدم الكتيب نصائح عن التغذية، فالأمهات المرضعات كما تقول نيسلي يجب أن تأكلن 3500 سعر حراري يوميا. لابد أن تأتي نسبة كبيرة منها من الأغذية الغنية بالبروتين مثل اللبن واللحم والسمك والدواجن والبيض. سيعتبر أغلب قراء هذه النشرة أن قطعة اللحم بين الحين والحين ترف، وسوف تقتنع النساء بأنهن غير قادرات على الإرضاع الطبيعي. فما البديل؟ تأكد أن النشرة ستخبرك. مثل هذا التعديل الماكري للأساليب يفيد في التأكيد على أن الحل لهذا الموقف الخطير لا يكون بمجرد لائحة سلوك أخرى للشركات. فمن هذه اللوائح التي وضعت فعلا قاعدة تقضي بأن تضع ممرضات الشركة شارة الشركة على زيهن، ولا بد أن الشركات تعتقد فعلا أن نقادها من السذج. فكل اللوائح تتغاضى عن استخدام التسهيلات الطبية لبيع منتجاتها. كانت نيسلي ترجو أن تحقق مكسبا في ميدان العلاقات العامة من زعمها بأنها لن تلبس مندوبي مبيعاتها زيا أبيض، إذ من الواضح أن الزي الأبيض كان يعطي الانطباع بأن وراءه سلطة طبية. ولكن ما أغفلت نيسلي ذكره هو أن مندوبي مبيعاتها يرتدون الآن زيا أزرق وأصفر. حقا، ألا يزال الزي أي زي معبرا عن سلطة؟ إن الإقلال من الرضاعة الطبيعية لا يعد فقط مأساة شخصية للأطفال الذين يقاسون من سوء التغذية والأمراض، بل يمكن كذلك حسابه كخسارة للموارد الطبيعية للبلاد. ففي كينيا كما يلاحظ آلان بريدج، فإن الخسارة التي تقدر سنويا ب11.5 مليون دولار في لبن الثدي تعادل ثلثي ميزانية الصحة القومية أو خمس متوسط المعونة الاقتصادية السنوية. وفي الفلبين جرى تبديد 17 مليون دولار على اللبن المستورد عام 1968. كان عدد الأمهات اللاتي يرضعن طبيعيا قد انخفض بنسبة 31%، وتضاعفت خسارة البلاد من الدولارات. ومع الانخفاض الحاد في الإرضاع بالثدي خلال الستينات قفزت واردات كولومبيا من اللبن، وفي عام 1968 كانت أكبر 7 مرات من متوسطها خلال 1964 و67. ويستنتج بريدج أن الخسائر بالنسبة للبلدان النامية يحتمل أن تكون بالمليارات. والآن يجري هموم على مأساة أطفال الزجاجات في بعض البلدان المتخلفة، وها هي أمثلة قليلة في بابوا بغينيا الجديدة. يجند مدير الصحة العامة مساندة كل العاملين الصحيين لحث أصحاب المتاجر على عدم عرض إعلانات لبن الشركات الصناعي. أما جامعة دار السلام بتنزانيا فقد أصدرت دليلا جديدا لرعاية الأطفال للعاملين المساعدين في مجال الصحة، يحذر من أخطار التغذية باللبن الصناعي. وفي ساكبونيا بسيراليون تقوم وحدة معالجة غذائية بإطعام الأطفال سيئي التغذية بالأغذية المتوفرة محليا، وتعلم الأمهات كيفية إعداد وجبات متوازنة ورخيصة لعائلاتهن. كذلك منع مجلس مدينة نيروبي بكينيا ممرضات اللبن، وقد ذهبت بعض الحكومات الأفريقية إلى حد إصدار التعليمات للعاملين بالصحة الريفية بإعدام إعلانات اللبن الصناعي أينما وجدوها. وعلى نقيض الشركات الخاصة متعددة الجنسية، تعلن شركة تملكها الدولة في زامبيا على علبة اللبن التي تنتجها أرضعي طفلك طبيعيا. ويمضي الإعلان ليحث المشتريات المحتملات على عدم شراء المنتج إذا لم تكن المشترية قادرة على شراء ما يكفي لشهور عديدة. وفي البلدان الصناعية لم يتوقف العمل العام لوضع حد للمأساة المستمرة عند حدود محاكمة نيسلي صيف عام 1976. ففي وقت لاحق من ذلك الصيف
اجتمعت في برين الجماعات العاملة في مجال سوء تغذية الأطفال باللبن الصناعي في 8 دول لتخطط جهودها وتنسقها. وفي ذلك الخريف في نيويورك قامت أخوات الدم الزكي العاملات مع المركز المشترك بين العقائد للمسؤولية العامة برفع قضية على بريستول مايرز، واتهمت الأخوات بريستول مايرز بالغش في بيانها لحملة الأسهم. تزعم بريستول مايرز في بيانها أنها كانت مستجيبة تماما للمخاوف التي عبر عنها القرار السابق لحملة الأسهم. وعلاوة على ذلك تزعم الشركة أنها لا تروج منتجاتها لأناس لا يمكنهم استخدامها بطريقة مأمونة، وأنها لا تبيع مباشرة للمستهلكين على الإطلاق بل من خلال أفراد طبيين محترفين. وقد جمعت الأخوات بالعمل مع ICCR أكثر من 1000 صفحة من الشهادات وغيرها من الأدلة من كل أنحاء العالم تتناقض مباشرة مع هذه الإدعاءات. وأظهر هذا التوثيق أن بريستول مايرز تستخدم فعلا أساليب عديدة لتصل إلى الفقراء، بما في ذلك بيع منتجاتها في متاجر الفقراء وتوزيع عينات مجانية من خلال العيادات الصحية واستخدام مندوبات المبيعات المرتديات زي الممرضات. ورغم أن القضية لم تنجح، فقد رفضت محكمة الولايات المتحدة دعوى الأخوات في 1977 بأن دعاية للقضية بالإضافة إلى محاكمة نسل قبلها جعل القلق بشأن سوء تغذية الأطفال باللبن الصناعي يتحول إلى حملة عالمية. وتشكل تحالف العمل في لبن الأطفال لينسق الحملة، وكان أول خطواته بدء مقاطعة لنسل حتى توافق الشركة على وقف كل ترويج للبن الصناعي في العالم الثالث. وعلى الفور ساندت جماعات عديدة مثل القساوسة والمؤمنون الملتزمون ونساء الكنيسة المتحدات حملة تحالف العمل ومقاطعة نسل. وعلاوة على ذلك عقدت لجنة فرعية بمجلس الشيوخ جلسات حول المشكلة في مايو 1978. وهكذا تنتشر أنباء مأساة أطفال الزجاجات بسرعة، وتقوم جماعات الكنيسة والأحياء في طول البلاد بتثقيف جمهورها باستخدام فيلم أطفال الزجاجات يمكن الحصول عليه من أنفاكس. هكذا تصبح أزمة سوء تغذية الأطفال باللبن الصناعي لعدد متزايد من الناس مثالا على الطريقة التي يمكن بها للأطماع الاقتصادية للشركات لا أن تفشل في خدمة مصالح الناس فحسب، بل أن تسهم مباشرة في زيادة آلامهم. ونأمل أن نكون قد أتحنا لك الآن فهم ما كان يعنيه القاضي في المحكمة السويسرية حين أضاف بعد أن حكم لصالح نسلي: هذا الحكم ليس تبرئة لنسلي. وفي حديث إذاعي لراديو ألمانيا الغربية عام 1975 قصت الدكتورة إليزابيث هيلمان طبيبة الأطفال في طاقم مستشفى كينياتا القومي بنيروبي هذه القصة: منذ فترة قصيرة جاء مندوبو نسلي لزيارتنا في مستشفى نيروبي ليسألوا عن رأينا في نشر نسلي تقتل الأطفال، وكانوا يريدون منا فعلا أن نقول أن نسلي لم تقتل الأطفال. ناقشنا ذلك معهم بإسهاب، ولم نستطع بالطبع أن نقول أن نسلي تقتل أو لا تقتل الأطفال من الناحية الإحصائية، ولكن ولكي أوضح كلامي ذكرت أن لدينا طفل في عنبر الطوارئ كان مشرفا على الموت لأن الأمة كانت ترضعه بالزجاجات بمنتج نيسلي لاكتوجين تحضيرة لبن. وبدافع الفضول سألتهم: هل يودون رؤية الطفل؟ أخذت المنزوبين إلى عنبر الطوارئ، وبينما كنا ندخل من الباب انهار الطفل ومات. واضطررت لترك هذين السيدين غير الطبيين للحظة لأعاون في عملية الإنعاش، لكنها فشلت. وبعد إعلان أن الطفل قد مات راقبنا جميعا الأم وهي تستدير بعيدا عن الطفل الميت وتضع علبة لبن نسلي في حقيبتها قبل أن تغادر العنبر، بمعنى من المعاني
كان ذلك مثلا حيا على ما يمكن أن تصنعه الرضاعة الصناعية، لأن هذه الأم كانت قادرة تماما على الإرضاع الطبيعي. وخرج السيدان من الغرفة بالغي الشحوب مرتجفين وساكنين، ولم يكن ثمة حاجة لقول المزيد.